بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك كتابه. الامس واليوم والغد المنشود. ابراهيم، اهلا بيك يا باشمهندس، اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه الخميس من ملك كتابه والتي تصل الى الرقم 528، وكلام كتير مهم جدا في حلقه الليل باذن الله. يعني كلها ساعات الاهلي والزمالك هيخوضوا الاختبارات الحاسمة في مسيرة دوري الأبطال، عشان كده حلقة مهمة فيها هذه العناوين: الأهلي وصن داونز والرجاء الصالح، وتتوالى الشهادات في حق الخيمة، كلام ابن عم حديد وأصبح حقيقة، الحلال والحرام وما بينهما. مفاجأة، الأهلي ليس بطلا للدوري. شفتوا إزاي الأهلي بيكسب بالحكام؟ وأخيرا العندليب في رح في قلب الأهلي، في قلب زين النوادي. العندليب في قلب زين النوادي شهر مارس، ما أن يأتي مارس حتى تأتي ذكرى العندليب رحمة الله عليه. هو المرة دي بقى زين النوادي اللي هيحتفي بيه وهيتذكره كما كان عبد الحليم يتذكر زين النوادي ويشدو باسمه ويغني له. نحن اليوم نتذكر عبد الحليم، محبوب الشباب وحب الكبار. صحيح، يعني ما فيش حد ما حبش على صوت عبد الحليم. أي، وكان عبد الحليم وكأنه مندوب الحب بين كل الأطراف. الله، سفير الرومانسية، عايز تكتب جواب العربية لحبيبتك، لجارتك، لبنت الجيران، لمش عارف مين اللي سابتك، هو هيبعت لك الجواب ده بصوته. الله يرحمه. فهتقول له ايوه عايز اقولها. احنا عشنا كده. ايوه فاتت جنبنا. ايوه ايوه فاتت جنبنا. ايوه احنا عشنا على صوت عبد الحليم. صحيح، ولكن ان بعد وفاته نكتشف هذه الأغنية الرائعة، أجمل ما قيل وغني عن النادي الأهلي زين النوادي. عشان كده لينا فقرة مهمة جدا هتسمعوه وهو بيحكي قصة زين النوادي، هتعرفوا قصة الأغنية دي بدأت إزاي، هتسمعوه وهو بيغني في النادي الأهلي، وهتستمتعوا ختاما بزين النوادي إن شاء الله. عايز أشاطر أسرة مجلة الأهلي جميعا. والله، وكل الزملاء التعازي والأحزان في وفاة اثنين الحياه من أقدم محرري مجلة الأهلي، الناقد الرياضي عليه رحمة الله الأستاذ نبيل ثابت، وتاني يوم أول امبارح تبعه الزميل العزيز الكبير الأستاذ محمد كمال. نبيل ثابت الأول، يعني أنت عاصرت الاثنين، لأنه الاثنين من الرعيل الأول. إن نبيل سبق محمد، بس العلاقة مع المجلة محمد سبق نبيل. صحيح، وهم كانوا من أنشط الصحفيين الشبان اللي كل ارتباطهم الإعلامي جاء من خلال النادي الأهلي. ثم انطلق بعد كده في كل في مجاله. نبيل سافر إلى الخليج، محمد فضل على تواصل مع النادي الأهلي، رحمة الله على الاثنين. الحقيقة ده نبيل ثابت، وإحنا بنحتفل في إحدى المناسبات بعيد ميلاد الكابتن عبد المجيد نعمان عليه رحمة الله. نبيل ثابت كان وصل لنائب رئيس تحرير جريدة، بدأ الأول في التعاون الرياضي مع الأستاذ أحمد المنشليني، مربي الأجيال في التعاون الرياضي. كان التعاون الرياضي تقريبا بعد مجلة الأهلي من الإصدارات الرياضية الأولى في الصحافة الرياضية المصرية. بدأ نبيل ثابت الله يرحمه مشوار طويل مع التعاون الرياضي، ثم لما تحولت للسياسي، ثم لغاية لما خرج لسن المعاش. وفي كل الأحوال دي أو في كل السنين دي كان دائم الارتباط بمجلة الأهلي، وكان مختص بملف الألعاب الأخرى، وكتير لما دخل في مشاكل مع الاتحادات الرياضية كان مشجع، ما كانش يعني كان يجي، يعني كنت امبارح في الحتة الفلانية وحصل واحد اتنين تلاتة وقالوا عادوا ويخش في خناق. يعني لا، كان عليه رحمة الله، كان أهلاوي منتمي بقوة جامدة جدا، رحمة الله عليه، وبنشاطر أسرته الأحزان في وفاته، وليهم كل التعازي، وله الدعاء يا رب ربنا يتولاه بواسع رحمته. ما فاتش 48 ساعة حتى جاءنا
خبر وفاة الزميل العزيز الأستاذ محمد كمال. محمد كمال كان لاعب كرة في النادي الأهلي، يعني جه بعد الجيل بتاع ميمي الشربيني بشوية، ولعب مع الكابتن صلاح حسني ولعب مع كابتن أحمد ماهر، ولكن اشتغل في وزارة الداخلية في وظيفة مدنية، موظف مدني في وزارة الداخلية، وظل واحد من مكونات المشهد اليومي في النادي الأهلي. لا يمكن ما تلاقوش يا إما عند عم جمعة الله يرحمه، يا إما تلاقيه عند عم رشاد باستمرار. محمد كمال في النادي أي وقت تحتاجه، وكان شاهد على تطور كل نجوم الكورة. يعني دي بعض الصور للزميل محمد كمال، هتلاقيه شوية مع كابتن صالح، شوية مع كابتن خطيب، شوية كان مع كابتن حسن. ده حتى كان الفنانين الأهلوية هتشوفه مع عبد الحليم حافظ، وهتشوفه مع بص محمد كمال الله يرحمه كتب في المجلة في الأعداد الأولى، فكان دايما وأبدا يجيب لي أهو أحمد فؤاد حسن وعبد الحليم التقى حافظ. التقى عبد الحليم حافظ في كواليس إحدى أغنياته الأولى في نشأة في مطلع المجلة في 74، وعمل معاه حوار في المجلة، وفضل دايما وأبدا معتز، لأنه محمد كمال كان بيكتب شعر، عنده يعني إسهامات في تجارب غنائية، كان لو لقى وما خدش حظه يا أستاذ إبراهيم. صحيح صحيح، هو يعني هو أقدر قوي مما وصل إليه. أيوه، وكان أهلاويا عنيفا مخلصا، ده مع شريف عبد المنعم. ومين مش فاكر، ده رضا الخطيب ده ولا مين تاني ده مش فاكر. ما علينا، هو هتلاقيه باستمرار. بس محمد كمال بقى أرشيفجي بالظبط، يعني مختلف في ايه؟ ايوه، دايما كنت تجد عنده مجموعه من الصور مش موجوده عند حد تاني. بالظبط، مجموعه من العناوين اللي ترجع لك بيها. يا رب يكون الارشيف بتاعه ده اهله محتفظين بيه ويدول النادي الاهلي نعرف كمال ابنه. انا امبارح حضرت العزاء، وكمال واخواته ليهم كل التعازي، وربنا يصبرهم يا رب. يعني هم لو يدونا الحاجات بتاعته احنا نقدر تباعا نلقي الضوء على مجهود هذا الرجل اللي كان يستحق مكانه اكبر. ده مع سيد الدزوي تخيل. يعني ما حدش يعرف مين شكل سيد الدزوي، انما هو دايما كان محتفظ بكل القصصات اللي بيطلع يعملها. ده مين ده؟ هتلاقيه باستمرار المراحل تطوره كلها باستمرار، هتلاقيه موجود مع كل النجوم في كل العصور، انشط الناس اللي اشتغلوا في المجله. صحيح، وكان عشقه الرائد، لانه هو يعتبر اوائل الناس اللي اشتغلوا. الحقيقه عشقه كان، وكان يعني الاثنين بقوا كانوا كرش في اخر ايامهم. كابتن شربين ومحمد. وكان طيب جدا، ويقابلك بشوش وضحوك. صحيح، رحمه الله عليه الحقيقه. صحيح، وكان حتى اهتم بمشروع الاكاديميه، حتى اكاديميه الاهلي لما بدات، هو بعد ما خد مشوار طويل مع قطاع الناشئين، وكان باستمرار يعني كان يذكر وقائع باستمرار، يقول لك لما كتبت عن طاهر ابو زيد وهو في سن 12 سنه، ولما كتبت على فلان، وتلاقيه معاه القصصات بتاعه. ادي نبيل ثابت ومحمد كمال الاثنين جنب بعض. الاثنين جنب بعض في تكريمهم في احدى مناسبات المجله، والاستاذ حمد الكنيسي، كابتن الوحش. الحقيقه ده يعني الاستاذ حامد ده اللي جنبه ولا مين؟ والاستاذ حامد عز الدين. مشوار طويل جدا من العطاء والاخلاص للاهلي النادي والمجله من الزميلين العزيزين الكبيرين، استاذ محمد كمال الف رحمه ونور عليه وعلى روحه الطيبه الطاهره، والزميل العزيز الاستاذ نبيل ثابت، ربنا يا رب يتولاهم بواسع رحمته. شوف أحمد، كل اللي في الصوره دول يرحمهم الله. ايوه، ودي بتذكرني ايوه بصالح سليم وفلسفته. كابتن أيوه. صالح ايوه كان قاعد عندي في المكتب وداخل الكابتن حلمي ابو المعاطي. فمش عارف كابتن صالح بيقول لي عارف يا عادل انا قابلت مين من كام يوم؟ فلان الله يرحمه. قلت له ده كويس انك فكرتني، ده ابن فلان الله يرحمه كان عندي دخل حلمي لقينا فلان الله يرحمه، فلان الله يرحمه. كفايه كان بيكره سيره الموت قوي. كفايه بقى كل الله يرحمه الرحمه. كابتن صالح بهدوء وابتسامه كده قال له عايز تسمع ايه؟ في سننا دي فلان دخل الاعداديه ولا فلان خطب؟ مش هتسمع غير فلان الله يرحمه طبعا. وهي دي مراحل الدنيا مراحل. الحقيقه الاثنين ما فاتش ست اشهر كان الله يرحمه. لا اله الا الله، الف رحمه ونور على الراحلين جميعا.
كنت انت بتسألني حاجة قبل ما نتكلم في سيرة الرحيل وملك وكتابه. هو على فكرة الكاتب والمكتوب. الكاتب والمكتوب، اقرأ الأخبار عشان يعني، ولا تقول دلوقتي؟ لا لا تفضل تفضل. اقرأ الأخبار يعني. كان نفسي أنا عايز أسألك دايما، لأن يبعتوا لي ناس أحيانا يقولوا لي فلان ده أقل من إنك ترد عليه، فلان ده لا يستحق الرد، فلان ده أنتم مدينه أكتر من حقه، فلان. فقريت لك تويتة كده عايز نكشف فيها. أيوه. بص أنا برضو نفس الحكاية يا جماعة. ناس كتيرة فلان الفلاني وسيرته، وده كان هلاس، وده كان مياس، وده كان ما اعرفش ايه، ليه تشغلوا بالكم بيه؟ ليه الرد عليه؟ لقيت انا الحكايه دي متكرره كتير مع كل رد على اي حد دايما وابدا. ده كلام حق ورد بيه باطل، خلي بالك يعني. لا البرنامج اكبر والقناه اكبر وانتوا اكبر، على عيننا وراسنا، شكرا. بس احنا بعد 500، انا تعمدت اقول الرقم في بدايه الحلقه لانه المفروض منهجيه البرنامج ثبتت عند كل الناس. احنا معنيين بما يقال مش بمين اللي قال، لانه ايه اللي عرفك انه فلان الفلاني ده اترسمت له صوره ذهنيه معينه؟ ايه اللي وصل لك انه كذاب؟ ايه اللي وصل لك انه اللي بيقوله على الاهلي كذب؟ ايه اللي وصل لك انه الكلام ده كله ملوش اساس من الصح؟ لو احنا سكتنا على الباطل هيظن الاخرون انه حقيقه. اكذب اكذب وظل وحافظ على كذبك حتى يصدقك الناس. طيب في اجيال جديده، في اجيال جديده ما عصرتش فترات اللعيبه الكبار دول، او ما عصرتش الفترات اللي فيها الكلام، السكوت عنها مين اللي هيوصل للاجيال الجديده حقيقه الكلام؟ السكوت عنها هيدي فرصه للناس اللي ما عصرتش واللي ما عايشتش واللي ما عرفتش إن تصدق الكلام. ولما الكلام يمس القيمة، وأنا هنا أقصد قيمة النادي الأهلي، لا وجب الرد والتوضيح. صحيح إن احنا بنحافظ على باشمهندس منهجية البرنامج في جزئية لغة البرنامج، أخلاقيات القناة، التزامات النادي الأهلي وقيمته، دي ثوابت لا تفكير أبدا في الاقتراب منها أو المساس بيها. لكن في المقابل في حقائق لازم أن تظهر، وفي كلام لازم نترد عليه، وفي ناس لازم تقف عند حدها فيما يتعلق بقيمة النادي الأهلي وتاريخه اللي بيشوه. التاريخ يشوه، البطولات تشوه، القيمة الأخلاقية تشوه وتمس. يتقال لك الأهلي كلني لحم ورماني عض، الأهلي لما عرف إن أنا مصاب رماني ومرضيش يرجعني، الأهلي أنا اتعورت فمشاني ورماني ومرضيش، معرفش كلام كتير جدا يمس القيمة، القيمة الأخلاقية. فازاي يتسكت عليها للأجيال الجديدة؟ مالكش دعوة مين اللي قالها بقى، بس مالكش دعوة مين اللي قال، خصوصا دلوقتي في عالم السوشيال ميديا يا أستاذ إبراهيم. ما نقدرش نتغاضى عن تزييف الحقائق أو التجاوز في حق. فأنت أشرت لي، رحت أنا كاتب التويتة ديت بسأل الناس، أيوة يا جماعة هو أيهما أفضل أو تفضلوا إيه في ملك وكتابة؟ أيوة. هل نهتم بالرد على الناس وتوضيح الحقائق وانقاذ الصوره للاجيال الجديده بالذات، ولا وجهه نظر ثانيه بالظبط الاجيال الجديده دي طبعا هنقف عندها بعد شويه، ولا ان احنا نترفع ونمارس نوع من الترفع عن هذه الصغائر وهؤلاء الصغار وما نتعرضش لده خالص، وليكن ما يكون باعتبار ان القيمه لا تسمح بان احنا ننزل لهذا المستوى. لقيت انا في ساعات قليله في حوالي أكتر من 8000 لايك، وألاف الناس شافت التويت، وكمية ريتويتس عليها عالي جدا في التعليق. بس الحقيقة لقيت أكتر من 95% لازم الرد، طبعا لازم الرد حتى من الكبار. يعني ما تشوف حد كبير في السن يقولك لا احنا فعلا الأجيال الجديدة، لأنه في كلام كتير بيتسكت عليه الناس بتصدقه، وفي حقائق كتير بتتوه. ف كان لازم ان احنا، كويس ان انت فكرتني في الاشاره للنقطه ديت منهجيا. لا ما ينفعش السكوت، بس كمان مش هينفع الابتذال، ومش هينفع باي حد من الاحوال ان يبقى في اسفاف ابدا. لا في الرد. ناقشنا على لغتنا بقى، انما كلمنا ناقشنا على مستوى اللغه، كلمنا على مستوى الالتزام بالضوابط والقيم السلوكيه والاخلاقيه،
ناقشنا في سلامة المنطق المصداقية، ناقشنا في المصداقية وفيما يتم الاستناد إليه منطقيا أو نقليا، يا أما نقلا بأي مستند مكتوب أو أي فيديو، أو السند العقلي في الحجة المنطقية فيما يرد به. هو ده اللي انت تحاسبنا عليه، وهو ده اللي احنا بنلتزم بيه. انت عارف يا استاذ ابراهيم، انا يعني لما انت نشرت هذا الكلام قعدت افكر برضو، اعتبرت نفسي واحد من الجمهور، نرد ولا ما نردش. فتصورت حاجه عشان ابسطها على الناس، يعني فيلم شيء من الخوف. كان فيه الوحش الجبار عتريس، ايوه، المهاب جدا، الجبار جدا، الباطش جدا، أيوه. وكانوا يساعدوا البعض من الأقل يعني سطوة وقيمة. أحدهم من كتر ما جبروت عتريس عليه بقى، مش على الناس الغريبة، ها، جاله نوع من ال... لا تحكوش عليا، أنا عتريس، أنا عتريس. فضل يردد هذا لحد ما صارت عليه ذهنيا. طيب أنا ما يهمنيش هو دلوقتي، هو يقول أنا عتريس، ده حقه يصدق بعد شوية أنه هو عتريس، هو حر. لكن أنا بتخيل لو أنت داخل السينما متأخر، ها، ودخلت عند المشهد ده، هتخرج منه فاهم أن ده عتريس بالظبط. فلما يجي لك حد يقول لك لا أصل أنت كنت ما حضرتش الواقعة الأصلية، صحيح، ده عتريس أهو، تلاقي واحد بقى ركب الحصان جبار حاجة تانية، عتريس آخر. فأنت مش بتناقش اللي بيقول، انت بتناقش القضية، هو ده مش عتريس. ايوه، عتريس حد تاني بصرف النظر انه يقول انا عتريس، وهذا دون التعرض لاحد ودون اسقاط. على فكرة انا بحاول ابسط الموضوع عشان ان احنا يعني نقول ليه بنرد، لان انت لو خدت اي شيء من سياقه يوصل لك نتائج غير حقيقية. صحيح. فاحنا ما نقدرش نسيب الامور اللي خارجة من سياقها، وطالما عندنا الوسائل الموثقة والحجة والبرهان لازم هنرد. صحيح، وهنناقش، هو ده المطلوب. بالمناسبة ألف مبروك لرجال سلة الأهلي النهاردة، فازوا على الجزيرة 71-66، كمان الزمالك خسر من الاتحاد السكندري 92-69، سكور كبير قوي ده في نصف نهائي. طب ما تبارك بقى لكرة اليد، كسب سبورتنج كمان، اليد كسب سبورتنج، صحيح، هناك أظن في اسكندرية كمان. تتولى الانتصارات باذن الله تعالى. طيب الاهلي وصن داونز، بس عشان الناس والرجاء الصالح. طب هنرجع للفوز ده لان احنا رايحين لجنوب افريقيا. معنا على الهاتف، طيب، الزميل فاروق صلاح، صوت وصوره من فندق اقامه بعثه الاهلي في بريتوريا، استعدادا للمباراه المهمه والمرتقبه مع صن داونز في الثالثه عصر السبت ان شاء الله. اتفضل يا فاروق. كل التحية ليك يا أستاذ إبراهيم وللمهندس عادل القيعي ولكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. قبل ما بنتكلم هنتكلم على الاستعدادات والتفاصيل وكل الكواليس يا باشمهندس، خليني في البدايه اقول لحضرتك واقول للاستاذ ابراهيم ان احنا اخترقنا الحظر اللي كان عامله الكابتن سيد عبد الحفيظ، اللي هو محدد يعني الساعه 9:30 اخر ميعاد ل يعني الطلوع الهواء للكاميرات سواء لينا او للاعبين، ده مفروض على اللاعبين. ولكن لما عرف ان برنامج ملك وكتابه والمهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي، قال عشان خاطر الباشمهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي نوافق ان احنا نطلع وننقل ونرصد الكواليس والاخبار. طيب فاروق، خلاص يعني احنا في ساعات الاستعدادات الأخيرة وإن شاء الله تكون الأحوال على أفضل حال، حطنا على ملامح الصورة في الشكل النهائي. يعني خلينا نتكلم في اكثر من محور يا استاذ ابراهيم. مبدئيا الطقس في بريتوريا او في جنوب افريقيا اكثر من رائع، بنتكلم في درجه حراره بتتراوح ما بين 24 ل 26 درجه مئويه، في طقس اكثر من رائع، نتمنى استمرار يعني نفس حاله الطقس الى يوم وده من المتوقع زي ما تحدثنا قبل كده استاذ ابراهيم والمهندس عادلي عن ان هذا الامر وان الطقس درجات الحراره تتراوح في هذا الامر ما بين 22 ل 25، يعني هتبقى ما بين 24 ل 26 درجه مئويه. ده بخصوص حاله الطقس، الاجواء والاستعدادات
استعدادات، يعني هنتكلم في اكثر من محور يا استاذ ابراهيم، سواء استعدادات فريق النادي الاهلي او تناول وسائل الاعلام والمؤتمر الصحفي الخاص ببيتسو موسيماني المدير الفني لنادي سان داونز اللي يعني كان مقام اليوم. نتكلم على كواليس النادي الاهلي واستعدادات الفريق. خلينا اقول لحضرتك ان حاله ال20 لاعب اللي موجودين مع فريق النادي الاهلي بتضع فريق المستر ريني فايلر، يعني حضرتك لو تابعت معايا في هذه الاثناء استاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي متواجد وبيتابع، يعني كل الجميع هنا بيراقب هذه الامور ويتابع الدنيا، والجميع بيوفر سبل الراحه لبعثه النادي الاهلي. لو رجعنا مره ثانيه نتكلم يا استاذ ابراهيم على استعدادات فريق النادي الاهلي، زي ما قلنا حاله ال20 لاعب اللي عليهم الحاله الفنيه والحاله البدنيه والطبيه اللي عليها لاعبي النادي الاهلي بتضع مستر ريني فايلر في حيره من امره لاختيار التشكيل اللي يخوض بهذا اللقاء. اكثر من تشكيل، ثلاث اربع تشكيلات الراجل قدر يحيرنا ويحير الجميع مستر ريني فايلر. يعني حاله الجاهزيه زي ما قلنا ل 17 لاعب والثلاث حراس مرمى، زي ما يعني من اللي احنا شايفينه كلنا بنتابعه الجميع اللاعبين جاهزين لهذا اللقاء، الجميع بيعي قيمة هذا اللقاء. أحاديث الكابتن محمود الخطيب ومسؤول النادي الأهلي مع اللاعبين، اللاعبين أيضا حديثهم مع بعض، والجميع بيعي قيمة هذه المباراة وأهمية هذا اللقاء. الجميع تواعد على مش مجرد الصعود فقط وتذكرة الصعود إلى النصف النهائي، لا، تحقيق الفوز بمشيئة الله على فريق سان داونز هنا في بريتوريا بجنوب أفريقيا، ومن ثم استكمال المشوار إلى الدور نصف النهائي، ومن ثم أيضا الوصول إلى المباراة النهائية واقتناص لقب البطولة. النهاردة كان الفريق النادي الأهلي أدى مرانه في تمام الساعة 3 عصرا على مجمع ملاعب بريتوريا. ويعني لو اتكلمنا على مجمع ملاعب بريتوريا يا أستاذ إبراهيم، مجمع ملاعب بيضم أكثر من 18 ملعب، يعني على مساحة كبيرة جدا، مساحة شاسعة، ملاعب أكثر من رائعة، لكن لاقت استحسان جميع أفراد الجهاز الفني والبعثة النادي الأهلي. مجمع ملاعب بيضم مركز للقياسات البدنية والطبية للاعبين ومركز الاستشفاء والتأهيل، كل الظروف في الملعب يعني الجميع أشاد بهذا الأمر. أدى الفريق مران أكثر من رائع، كل اللاعبين يعني بطمن جماهير النادي الأهلي وبطمن حضرتك يا باشمهندس والأستاذ إبراهيم على الحالة الفنية لعبة النادي الأهلي. أي 11 لاعب هيكون موجود في أرض الملعب هيكون قادر إن شاء الله على رسم السعادة لجماهير النادي الأهلي وتحقيق الانتصار بمشيئة الله. طيب فاروق، أنت حضرت المؤتمر الصحفي بتاع موسيماني، يا ريت تقول لنا تفاصيل ما جرى فيه وانطباعاته الأخيرة إيه؟ يعني يا استاذ ابراهيم لو اتكلمنا على المؤتمر الصحفي لبيتسو موسيماني، اعتقد المهندس عادل القيع هيطلع التفاصيل ما بين السطور خاصه لتصريحات بيتسو موسيماني. يعني لغه الحوار او المؤتمر اتغيرت النهارده في مؤتمر بيتسو موسيماني. يعني البدايه كان بيتسو موسيماني بيمني النفس بتحقيق انتصار على النادي الاهلي، وبدا ان هو يغير لهجه التصريحات وبيقول ان لعبه سان داونز قادرين على تحقيق الانتصار وبنتيجه كبيره على النادي الاهلي هنا في لوكاس موريبي معقل فريق سان داونز. ايضا تحدث على ان هو بارك وبيبارك للنادي الاهلي على فوزه في الشوط الاول، قال ان المباراه هي شوطين، النادي الاهلي تفوق في شوط اللقاء الاول وتقدم بهدفين، واعتقد ان الهدفين دول هيعملوا عامل ضغط علينا وضغط كبير على اللاعبين، ولكن لسه في شوط ثاني، احنا ما نسيناش نتيجه العام الماضي والمباراه السابقه، وبنطمح ان احنا ان شاء الله ان احنا نوصل لتحقيق فوز على النادي الاهلي. وقال طريقي للمباراة النصف النهائي هو إحراز المزيد من الأهداف، أنا عارف قيمة وقوة النادي الأهلي وبحترم فريق النادي الأهلي، لكن أنا لعيبتي كلها جاهزة والعناصر الموجودة عندي في الفريق هتقدر تحقق الخطة اللي أنا هلعب بيها. وأنا عارف أن نتيجة الهدفين اللي أحرزهم النادي الأهلي في استاد القاهرة دي كانت نتيجة واقعية ونتيجة متوقعة، ولكن هم عاملين عامل ضغط علينا، ولكن إحنا حطينا خطتنا للتعامل مع هذا الضغط. طيب فاروق، في اخبار على تذاكر المباراه، هل نفذت؟ عدد الحضور كام ودرجه الحراره المتوقعه يوم السبت ايه؟ يعني قبل ما اروح لهذه النقطه ايضا يا استاذ ابراهيم، عايز يعني برضو ان احط حضرتك في الاحداث اكتر على حديث واستعلام النهارده باللقاء. يعني اشهر ثلاث جرائد او صحف في ستار او بريتوريا نيوز او بريتوريا دي تحدثت عن اللقاء وافردت مقالات كبيره للقاء، وتوقعوا ان يعني بعض الصحف قالت ان الفريق النادي الاهلي قادر على تحقيق الانتصار وتحقيق الصعود من هنا من بريتوريا. على الجانب الاخر بعض الصحف قالت ان فريق سان داونز ليس له
يعني ليس له امال امام النادي الاهلي سوى تحقيق انتصار وبنتيجه كبيره، وعلى بيتسو موسيماني ان يستخدم حنكته التكتيكيه والخبراته التكتيكيه في التعامل مع النادي الاهلي. وتوقعوا ان النادي الاهلي ممكن يلعب بطريقه دفاعيه للحفاظ على تقدمه بهدفين، الهدفين اللي حرزهم في استاد القاهره، وعملوا مقارنه بسيطه ما بين ثلاث لاعبين في النادي الاهلي، وقالوا ان هم دول محور اداء النادي الاهلي، علي معلول واحمد فتحي وجونيور اجاي، وايضا عملوا يعني محاور لفريق صن داونز ويمثلوها في اللاعب زواني واستعادته في هذا اللقاء. الصحافه عارفه اهميه اللقاء وبتحاول تحث الجماهير على الحضور. لو اتكلمنا على الحضور الجماهيري، هنتكلم في شقين يا استاذ ابراهيم، شق خاص بالجاليه المصريه والعربيه. عايز اقول لحضرتك يعني زي ما حضرتك عارف ان جنوب افريقيا بتقسم الى 9 محافظات او 9 مدن، اشهرهم طبعا جوهانسبرج وبريتوريا وكيب تاون، وهو معقل تواجد الجماهير او الجاليه المصريه والعربيه اللي بداوا يتوافدوا من كل مكان على بريتوريا من اجل حضور اللقاء. وايضا يعني برضه هقولها من خلال حضرتك ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي، وده كان في حديث مع معالي السفير شريف عيسى اللي تحدث عن إقبال المصريين اللي في الدول المجاورة والمحيطة بجنوب أفريقيا سواء بتسوانا أو ناميبيا أو موزمبيق أو ليسوتو. الجميع بدأ أن هو يجري اتصالات مع السفارة المصرية من أجل الحضور إلى بريتوريا وجنوب أفريقيا لتشجيع وشد من أذر لاعبي النادي الأهلي في هذا اللقاء. الشق الثاني خاص بجالية أو جماهير صن داونز المتوقع أن هي تملأ جنبات استاد لوكاس موريبي بأكثر من 25,000 متفرج. بدأ المسؤولي نادي صن داونز ان هو يحفزوا الجماهير اكتر، يعني عاملين ان اللي يروح يشتري تذكره اللقاء بقميص صن داونز بياخدها ب 20 راند، يعني يعني نصف ثمن التذكره. ومن المتوقع ايضا ان هم هيفتحوا ابواب الاستاد مجانا يوم المباراه للي ما حصلش على التذاكر لدخول اللقاء. من المتوقع امتلاء جنبات الاستاد ب 25,000 متفرج. من النقاط المهمه جدا حالة الود واللي بنشوفها والترحيب بالنادي الأهلي من جانب المواطنين في جنوب أفريقيا في بريتوريا، سواء في كامل التحركات بعثة النادي الأهلي، الجميع بيعرف قيمة النادي الأهلي. كلينا بعض الأحاديث مع أفراد يعني المواطنين في جنوب أفريقيا، تحدثوا عن قوة ومكانة النادي الأهلي وعندهم أمل كبير. قالوا إن المباراة ما بين فريقين كبار في افريقيا، النادي الاهلي ونادي القرن ونادي اكبر الانديه الافريقيه، واحنا بنطمح ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه على النادي الاهلي. لكن ده طبعا يا استاذ ابراهيم والبشمهندس ده امر احنا لا نتمناه، وباذن الله لعيبه النادي الاهلي قادره ان هي تحقق انتصار هنا على فريق صن داونز. درجه الحراره المتوقعه ان شاء الله يوم المباراه هتتراوح ما بين 24 ل 26 درجه مئويه. اوجزت وافضت، احنا بنشكرك. يعني انت حتى جاوبت على سؤال كنت هسأله لك عن وسائل الاعلام ومتابعتها، بنشكرك جدا وتبقى كل الامنيات الطيبه للنادي الاهلي في هذا اللقاء. شكرا جزيلا للزميل فاروق صلاح موفد قناه الاهلي من بريتوريا. الصوره بشكل كامل حتى موسيماني واضح انه مش عايز اقول مستمر في، انا مش عايز، احنا بص حولنا موسيماني ده الافيه. يعني عجبتنا اول مره ان هو خدرنا وبتاع، او هو تصور هذا، لان مهما خدر ما كانش هيكسب 5 يعني. لكن هي مباراه ولها ظروفها، اطلقنا عليه العبارات والدهيه والسعه، هتستمر في نفس اسلوبك. انا ارجو من، انا متاكد ان الجهاز الفني واللعيبه مدركين هذا ومتجاهلين هذا. بس انا عايز بقى جماهيرنا ما تنشغلش بتصريحاته ولا الصحافه بتقول ايه. انت فرقتك كويسه هتحقق الهدف ان شاء الله، بره السياق ربنا يستر. احنا كل نتمنى تحكيم عادل مره، هو ده الرجاء الصالح. بقى هو ده، احنا كنا بنتكلم على ان الاهلي وصن داونز والرجاء الصالح. المباراه مبدئيا جغرافيا هي قرب طريق راس الرجاء الصالح، ده طريق التجاره القديم اللي كان كل قوافل التجاره لازم تسلكه عشان تلف من أدنى القارة. طبعا بعد حفر قناة السويس اختصرت المسافة بالنسبة لحركة التجارة العالمية، لكن أنه الأهلي يبحث عن فرص التأهل وعن فرص الاستمرار في البحث عن حلم الكبير قرب رأس الرجاء الصالح، هو ده الرجاء الصالح، هو ده الرجاء الصالح. أن احنا بكاري جسامة، هذا الجسامة اللي له من الأخطاء ما هي جسامة، كل الأمل
انه ضميره يستيقظ الساعة 3 عصر السبت، لانه ده النادي الاهلي، النادي الاهلي اشتكى، النادي الاهلي اشتكى وطلب وعبر عن مخاوفه وسجل اعتراضه، وفي النهاية الاتحاد الافريقي قال لك انا واخد قرار مفيش تغيير للحكام. الراجل عنده باد هيستوري، عنده تاريخ من اي البنيلة في اهدار العدالة في المباريات اللي كتير منها بيبقى النادي الاهلي طرف فيها وسوابق فعلا. طب ايه الحل؟ الناس قالت طب ليه الاهلي، لا الاهلي اعترض وكابتن الخطيب اجرى اتصالات عالية المستوى مع قيادات الاتحاد الافريقي وسجل النادي الاهلي اعتراضه وتخوفه، وفي النهاية طلب مراقبة الحكم جيدا في المباراة، وده اللي الكاف تعهد بيها انه خلاص الكاف بيتطهر. شفنا اكتر من مرة شاط بالحكام، شفنا ابعاد لناس كتيرة، شفنا ناس راحت في داهية ودخلت السجن، لان فعلا كانوا حكام ثبت ان هما مرتشين، مرتشين وراحوا الى حيث يستحقون. فكل الامل والرجاء الصالح انه الحكم بكاري جسامة ومساعديه يكونوا عندهم القدر الكافي والمعقول من إقرار العدالة في المباراة يا رب، والباقي يبقى مجهود الأهلي وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. التوفيق مهم جدا في هذه المباراة، لكنها هي مباراة مفصلية محورية فيها كثير من التحديات. لقاء سابق لو فزت انت فوزين متتاليين هيبقى الفوز الثالث على صن داونز، خلاص بقى هنفضها سيرة. الوصول الى دور تاني اصعب بقى، دور حاسب هيكون اصعب. نتمنى التوفيق للاهلي في هذه المباراه. ولكن عشان انت كنت بتسالني برضو ماذا عن امس واليوم والغد المنشود، المفارقه العجيبه إن في مباراة جمعت بين الأهلي والترجي وكارتيرون مع الأهلي، والنتيجة في مصر كانت 3-1، ثم تم اغتيال الأهلي معنويا قبل لقاء العودة ولم يقف بجانبه أحد، لدرجة إن الحكم تجاهله تقريره ودخل في دائرة الاتهامات هو والمدرب. فتخيل بقى الوضع النهارده، الزمالك مع الترجي مع كارتيرون، بالصدفه كارتيرون الذي اتهم بالتحايل وان هو عمل وسوى السنه اللي فاتت، يكسب 3-1 ايضا في احداث او من خلال احداث استوجبت عقوبات، احداث يعني جدليه. طيب احنا هنا في ماتش الاهلي برضو اتقال ان حصل اعتداء على كارتيرون وحد زقه وهو داخل اوضه اللبس وناس هجمت عليه، ونفس الثوره بتاعه جماهير الترجي حدثت وهشام محمد اتعور. ده انا بتكلم على هنا لسه استاذ ابراهيم، انا اللي هناك ده خلاص انت خسرت بعد صفاره الحكم هنا. مين اللي اتعمل فيك؟ من الاتحاد الافريقي، ثم تنصل الاتحاد المصري من القيام بواجبه، ما لقياه الزمالك من دعم وشغل، هو ده كان هو ده الصح. يعني اللي حصل مع الزمالك هو ده اللي كان لازم يحصل مع الاهلي. انما انت عملت ايه؟ انت رحت برضه للكسبان وقتها، شككت في فوزه، شككت في مدربه، وكله استناد ايه؟ لقطة مسربة من التلفزيون المصري ان هزاره قطع الفانيلا. طب عمل بيها ايه؟ لا راح بيها الحكم ولا غير قرار ولا عمل اي حاجة. وساعتها اتقال ايه؟ كارتيرون اتوقف وتحول للتحية وتوجه للوم، ووديت الراجل بيترعش علشان هو اللي قاله. كارتيرون بقى بطل والزمالك برضو الاهلي اتحسب له ضربتين جزاء واتحسب عليه ضربة جزاء وكسب 3-1. الزمالك كسب 3-1، جاب جون أثير حوله جدل، تسبب في طرد لاعب فورا في الملعب، والترجي لعب ناقص، ثم اتحسب له ضربة جزاء
في الوقت المحتسب بدل من ضائع. وهنا مش بشكك في قرارات الحكم، انا بقول ان ما حدث في دعم التحكيم في هذه المباراه ودعم موقف الزمالك ومحاسبه المخطئ هو ده الصح اللي كان لازم يحصل السنه واللي المفروض يحصل مع اي فريق مصر ويحصل. لكن لان السنه دي الرجال الذين وقفوا ضدك في الاتحاد الافريقي اللي ما بيحبوش الاهلي المصريين هم بالصدفه اللي موجودين وبيحبوا الزمالك. لكن هم ما ادوش للزمالك اكتر من حقه، بس على الاقل الزمالك خد حقه كويس. خلينا بقى اضعوا على الاهلي حقه. ما هو انت ما فيش جدل، ما فيش، ما سمعتش ان حد طلع لسن على الحكم رغم ان في جدل اهو، ما حدش نقل ولا ترجم ما يقال، لا 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 الاعلام الاحمر ولا الاعلام الابيض ولا الاعلام الاصفر ولا اي اعلام ولا اي لون من الوان الاعلام. نقل لنا الغضبه اللي كانت موجوده وما زالت في تونس. في حين ان انت اتنقلت هذه الغضبه، اصطنعت هذه الغضبه صناعه مصريه من ارض مصريه من اعلام مصري من ناس زورت جوابات من ناس عملت. انا ليه بقول الكلام ده؟ عشان الناس تفهم ما يلقاه الاهلي من عنت. مش عشان الزمالك ربنا يوفقهم خدتوا حقكم باذن الله، هتجدوا عمل دبلوماسي يحميكوا هناك باذن الله، مش هتلاقوا الاجواء اللي شافها النادي الاهلي باذن الله، والامنيات كلها في الاخر للفرق المصريه. لكن اعرفوا وهنا مفيش مجال بقى ان احنا نقعد يعني للاسف الشديد نسلم مشاعرنا لناس مش مسؤوله، ها بتعمل احتقان هنا بتعمل احتقان هناك. لان فعلا احنا الاهلي والزمالك هم خلاص هو جمهور الكره في مصر ايوه، الا قليلا بيتوزع، حتى القليل ده متوزع بين اهلي وزمالك. يعني هتجد كل فريق في اقليمه له شعبيه جارفه، اسماعيلي اتحاد مصري محله سويس كل الفرق، منصوره لما كانت في الصوره كانت بهذا التالق وهذا التوجه. لكن ايضا هم كثير منهم منقسم. اتمنى ان الغد بقى ما يشوفش غير كل حاجه صح ان شاء الله. الاهلي السفير المسؤول دايما وابدا عن الكره المصريه في الخارج بيلقى كل الاهتمام زي ما قال لكم فاروق صلاح من قبل وسائل الاعلام في جنوب افريقيا، ويلقى كل الدعم والمسانده من قبل السفاره المصريه في جوهانسبرج، السفير المصري السفير الشريف عيسى سفير مصر في جنوب افريقيا حريص على متابعه البعثه. شايفين استقباله للكابتن محمود الخطيب ورئيس البعثه ورئيس النادي والاستاذ طارق انديل عضو مجلس الاداره المرافق للبعثه. حرص السفير المصري على تكريم رئيس النادي الاهلي والترحيب به على مأدبه عشاء، والكابتن محمود الخطيب عبر للسفير المصري عن شكره وامتنانه لكل الجهود الطيبه اللي بيبذلها السفير ورجال السفاره المصريه في تسهيل مهمه الاهلي واهداه درع وعالم النادي الاهلي. شدد السفير شريف عيسى على انه متحيز لشخصيه النادي الاهلي، وقال انه انا متحيز لشخصيه النادي الاهلي، هو الاكثر حصولا على البطولات، هو الاقدر دائما وابدا على تشريف وطن وتشريف ناديه في كل المحافل الخارجيه، وقال انه الاهلي بيعد دائما وابدا خير سفير للرياضه المصريه من خلال بطولاته وانجازاته. قال كمان ان الكابتن محمود الخطيب قام وقيمه كبيره جدا، وقال ان وجوده مع البعثه في جنوب افريقيا اضفى الكثير من الاهميه على وجود بعثه الاهلي في جنوب افريقيا. كابتن الخطيب شكر السفير ورجال السفاره على كل الجهود الطيبه. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره اكد انه شخصيه الاهلي كفريق في مثل هذه الظروف تظهر في الاوقات الصعبه، وتمنى على اللاعبين ان شاء الله تعالى التركيز وتمثيل الاهلي على افضل مستوى في مباراه السبت ان شاء الله. في محاضره فنيه لريني فايلر مع اللاعبين بشكل عملي مساء اليوم، بيوزع المهام التكتيكيه وبيراجع على الشغل بتاعه. الاهلي وصن داونز هقول لحضراتكم المباراه طبعا
اياب دور ال 16. المباراه هتكون الساعه 3 العصر بتوقيت القاهره وجوهانسبرج معا. درجه الحراره زي ما قال لكم فاروق صلاح من هناك تقريبا هتبقى حاجه و20 درجه، يعني ما فيهاش مشكله في حراره او رطوبه. لكن هي يوم السبت كمان يا باشمهندس الثلاث مباريات بقى، لانه بكره بس الزمالك والترجي، انما في ثلاث مباريات السبت. الاهلي في ضيافه سان داونز، الوداد المغربي في ضيافه النجم الساحل التونسي، ومازيمبي الكونغولي هيستقبل الرجاء المغربي. الاهلي في سكته باذن الله تعالى الفائز من الوداد والنجم. المباريات الثلاثه بتوع يوم السبت حصيله نتيجتهم 2-0، والاوائل بيدافعوا فيهم عن هيبتهم، لانه اوائل المجموعات هم اللي خسروا 2-0 في مباراه الذهاب. فبالتالي مازيمبي بيستقبل الرجاء في الكونغو، والرجاء رايح له ومعاه جونين. الوداد بيسافر للنجم الساحلي لتونس والنجم معاه جونين. الاهلي بيسافر لسان داونز ومعاه الجونين. نتمنى ان يعني هو نجم هيلاعب مين؟ النجم مع الوداد، مع الرجاء اظن الوداد. مازيمبي مع ال مازيمبي مع الرجاء، مع الرجاء ودول سكه الزمالك، ودول سكه الزمالك. اه يبقى النجم الساحلي والوداد. بص هقول لك حاجه على ذكر الوداد. لما تبص بقى المشهد بالنسبه للترجي وتخلي الاتحاد الافريقي عن مساندته، على عكس اللي حصل له قبل كده، لان هو هيبقى في سكه الوداد. ايوه خد بالك، هو هيبقى في سكه الوداد. وهو كان احمد وهو في الماتش هناك في الفاينل، في فاينل صرح ان الوداد هو المفروض يكسب. ده عرض عليهم، عرض عليهم لمرادي، وانتوا بطل البطوله. بعدين لما ما قدرش وعدهم. دي بتفكرني بيها يا استاذ ابراهيم، مثل هذه الصفقات المريبه في دنيا كره القدم التي تلعب في أسوأ مشاهدها دائما من القمه. لما تتخيل كاس العالم اللي فازت بيه المانيا، وكان نتيجه التصويت 12-11 امام جنوب افريقيا، وقيل وقتها ان الصوت الغائب كان صوت رايح لجنوب افريقيا، فتم دفعه للاعتذار في اللحظات الاخيره عشان المانيا تكسب، وقال لي جنوب افريقيا هتاخده الجاي. هتقول لي دليلك ايه؟ هقول لك واحد، الالمان اعتذروا وكانوا زي اللي بيطيبوا خاطر جنوب افريقيا. جنوب افريقيا. اما بلاتر رئيس الاتحاد الدولي قال لهم ما تزعلوش هعوضها. ولاول مره في التاريخ يحدد كاس العالم القادمه في افريقيا قبلها باربع سنين. قال لهم كده، كاس العالم في افريقيا. ذلك انا كانت دهشتي كبيره جدا ان احنا ما عرفناش نقرا المشهد ده. قالوا دخلنا عايزين ننظم وعايزين نكسب. يا جماعه ازاي؟ الراجل وعدهم. انت لما تشوف في ليله التصويت، انا كنت رايح يا استاذ ابراهيم في 2004، كان الكونجرس بتاع ال 100 سنه اتحاد دولي. فانا كنت سكرتير الاتحاد المصري. وكان يعني وعدوا مجلس الاداره، وكان الكابتن عصام عبد المنعم رئيس الاتحاد. فجت لنا من الاتحاد الدولي دعوتين نحضر الايفنت ده. فروحنا في ليله الكونجرس، قعدنا في البهو، شفنا الاستقبالات التي مين كان سفير الملف في جنوب افريقيا؟ كان نيلسون مانديلا. نيلسون مانديلا طبعا. اصبر بس علي. مين السفيرين اللي رشحتهم مصر؟ عمر الشريف وبطرس غالي. كان وقتها في الامم المتحده. ايوه الاثنين اعتذروا. ما نقراش، ما نشوفش المشهد ده ليه حصل. كل اللي حطيناه مجسم لابو الهول في البهو. الناس كانت بتبص عليه كده وتمشي، وساعات ناس تتصور جنبه. والناس قاعده يا عيني ما حدش بيسلم عليها. الوفد بتاعنا. ودخل مانديلا وجنوب افريقيا والفندق ده اتقلب، انفجر قبل ليله التصويت. طبعا كانت واضحه. انا ليه بقول الكلام ده؟ النادي لما بتعد بتسعى انها تحقق وعودها.
الوداد وعد. طيب وعد علنا، وهو الخناقه اللي موجوده دلوقتي في الاتحاد بين مين ومين؟ النفوذ المغربي والنفوذ التونسي. بس النفوذ المغربي دلوقتي متفوق، وظهرت في العقوبات اللي ظهرت فجاه ضد الترجي اللي هي تدلس عليها قبل كده. ايوه كانت معكوسه ضد الاهلي. هي الحياه سلف ودين، يعني اللي هتحصل من معاه بالنسبه لنا تطلع له عقوبات قبل ماتش الترجي، اهي طلعت عقوبات ضد الترجي قبل ماتش الزمالك. واحنا بالنسبه لنا انت جت مصلحه هتقابل طرف مصري في هذه، ناس كتير زعلانه ان انا هقول الكلام ده، يقول لك ما في زملكاوي هم السبب وراء اشعال الحريق. ما احنا اتفقنا بقى ترفع عن الاشخاص، يعني في المصلحه الاعلى دلوقتي ان انا في الاخر مصري. انت دلوقتي لا مصري ومصلحه حتى الاهلي. مصلحه طبعا. الاهلي الترجي كفايه يقف لحد هنا كده بقى بالظبط، لان لو اتزق اكتر من كده مصلحه الاهلي الفنيه ان الزمالك يكسب. طبعا. لا الحسابيه كمان، حسابيا ومنطقيا وعمليا في ترتيب المنافسه. واخد بالك دلوقتي على اللقب. انا من مصلحتي خلاص، وبعدين بدراعك بقى انت المفروض تمشي بقيه المشوار. بس انا خايف طبعا، مش عايز اسبق الاحداث، انا خايف من يوم السبت الاول. لما نعدي يوم السبت اقول لك انا خايف من ايه بعدين. لا مش خلاص. خايف ايه من بعدين؟ خايف مين اللي هيصعد، الوداد ولا النجم؟ يعني طيب ما احنا نتمنى النجم. نتمنى النجم لا من باب المصالح، ولا الوداد ومن باب مراكز القوة، مراكز وان كان وان كان وان كان مش فارقه قوي برضه. ما هو النجم موجود وله ترتيب كويس. مش فارقه بقى، انت بقى لو وصلت للمرحله دي اخدم نفسك بنفسك، اخدم نفسك بنفسك، وباذن الله هيبقى المشهد تحت رقابه العالم كله. طيب كان في 7 لقاءات سابقه بين الاهلي وصن داونز، تعادلوا مرتين، الاهلي فاز 4 مرات وخسر مره واحده، يعني صن داونز كسب الاهلي مره واحده اللي حصلت في المباراه الاخيره بتاعت الخمسه، ودي مباراه استثنائيه ما بتحصلش كتير. في مقابل 4 فوز للاهلي وتعادلين، الاهلي سجل 11 هدف في شباك صن داونز واستقبل 8 اهداف. قائمه الاهلي اللي سافر بيها ريني فايلر واللي هيختار منها التشكيل ان شاء الله، فيها محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، فيها احمد فتحي ومحمد هاني ومحمود متولي ورامي ربيعه وياسر ابراهيم وايمن اشرف وعلي معلول ووليد سليمان وحسين الشحات واليو ديانج وعمرو السوليه وجيرالدو ومحمد مجدي قفشه واحمد الشيخ واليو باجي وجونيور اجايه ومروان محسن. دي القائمه اللي هيختار منها ريني فايلر التشكيل، وكل العناصر الحمد لله الكل جاهز والكل في قمه التركيز، ويحتاج فقط دعواتكم والتوفيق باذن الله. كابتن وائل جمعه في قناه قبل ما نروح وائل جمعه في خبر ما يصحش ننساه. اتفضل. بتاع تكريم الدكتور حسن مصطفى. ما احنا هنجيله بس على ما الفيديو بتاعه يجهز هنتكلم عنه بشكل يستحق، لان ده له معنى كبير قوي الحقيقه. صحيح صحيح. نشوف الكابتن وائل جمعه في ام بي سي مصر عن مباراه السبت. لكن هو وائل جمعه، وائل جمعه في عن مباراه السبت، مباراه مهمه لاعتبارات كبيره. وائل جمعه واحد من اصحاب التاريخ الكبير في البطوله، يعني حتى احساسه بيها، وعجبني جدا احساسه بياسر ابراهيم. يعني اشاد بيه، اشاد بيه كتير جدا، وانا الحقيقه انبسطت انه الكل بدا يرشح ان ده مدافع قوي لمنتخب مصر. انت في عرض حد في المكان ده بالظبط، انه يبقى حاسم الصراع. صحيح في كتير كويسين. صحيح. بس انت عايز واحد كده، يعني المكان بتاع الحجازي ما حدش كان بيجي ناحيه هذا التقييم ولا هذا الترشيح. محمود متولي كمان لما لعب كل بقول لك في كتير كويسين، انما لما تيجي تقول ياسر ابراهيم بهذا الثبات بقاله مده والتطور، خلي بالك انت في الاول لما حصل لك مشاكل ابتدوا خدوا لوحده واتكلم معاه لوحده واتمرن لوحده، كل ما يقرب ياجل، كل ما يقرب يشاركه ياجله، لحد ما حس ان هو كده استوى نزل بكل الدوافع وكل التطور الفني اللي عنده، فاثبت وجوده. أرجو أنه ما ينزلش بقى، يبقى كل يوم في الطالع بإذن الله. طيب نشوف الصخرة في كلامه عن مباراة السبت، وبعدين نبقى نشوفه كمان في رأيه في ثلاثي الدفاع. لو بنتكلم على المباراة اللي جاية بشكل عام، يعني المباراة مهمة ومباراة مرتقبة للنادي الأهلي لاعتبارات كتير زي ما ذكرت أنت في الأول.
اعتبارات المباراة الموسم الماضي الهزيمة اللي أنا بعتبرها تاريخية للنادي الأهلي في بطولة أفريقيا والتعويض، لعيبة كانت رجالة بصراحة المباراة اللي فاتت وخدوا المباراة كلها 90 دقيقة بصراحة بنفس الروح وبنفس الجدية وبنفس. ما قلقتش أنت في الشوط الأول؟ أنت ما قلقتش في الشوط الأول؟ قلقت والله يا مهيب، قلقت بس اللعيبة مضغوطة، كان في ضغط طبعا كبير جدا، ضغط ال 50 ألف اللي كانوا موجودين. ناس كتير من اللعيبة دي ما شافتش جمهور الأهلي الحقيقي يا مهيب. أيوه. الضغط ده كان موجود، ضغط إن أنت مطالب إن أنت بتلعب مباراة الذهاب على أرضك، كان مهم جدا إن أنت تسجل طبعا وما يدخلش فيك أهداف، وده اتحقق الحمد لله بسيطرة كبيرة على المباراة. ولما تشوف أرقام فريق صن داونز في البطولة دي وأداؤه كمان بره ملعبه تحديدا، تعرف إن النادي الأهلي قدمه حاجة كبيرة، قدم أداء طيب كبير في استحواذ وسيطرة وخطورة وتسجيل أهداف وعدم قبول أهداف وعدم إعطاء الكرة لفريق صن داونز، فكل دي إيجابيات كانت للنادي الأهلي في المباراة اللي فاتت. أيوة. يبقى المباراة العودة طبعا هي الأهم وهي الحصاد بقى للي أنت عملته ده كله. بالضبط. رأي خبير. لما اتكلم على الدفاع واتكلم على الأفراد رأي خبير. وانت قلت هذا الكلام، وكابتن وائل جمعة طبعا مش عايز مناقشة ان مشاعره هتبقى مع الأهلي باستمرار، احيانا بيقسو نتيجة ان هو غيرة منه على النادي الأهلي، لكن مؤكد ان طيب احنا رأي وائل في المنطقة المتخصصة دي، والمتخصصة دي على فكرة مسألة مهمة جدا، لانه كان في موقف النهارده هتكلم فيه بس بعد ما نسمع وائل جمعه في الجزئيه المتخصصه بتاعه قلب الدفاع. قلب دفاع النادي الاهلي من مباراه لاخرى مفيش حتى ثبات فيه، رغم طبعا في اسماء كبيره، لكن دايما الراجل فايلر بيفاجئنا. يعني استبعد الماتش اللي فات رامي ربيعه، لعب متولي ولعب ياسر ابراهيم، ودي منطقتك احب اتكلم فيها في البدايه معاك. والله لو بنتكلم على مستوى الاسماء مهيب واللي اللعيبه بتقدمه، يعني هو الاكثر ثباتا في المستوى والافضل اداء خلال المباريات اللي فاتت للامانه ياسر ابراهيم. كان مشاركه محمود متولي في المباراه كانت مفاجاه بالنسبه لي، لان محمود من اول ما لعب مع الاهلي مره يلعب في وسط الملعب مره يلعب في الدفاع، مفيش ثبات على مكان وثبات على استمراريه في الملعب. فكانت مفاجأة بالنسبة لي انه يلعب ويظهر بالشكل ده مع ياسر ابراهيم. رامي اكثرهم خبرة وواحد يعني متربي في النادي وعارف المكان كويس، بس رامي عنده يعني مشكلة عدم الثبات والتوتر اللي المفروض ما يكونش عنده. يعني رامي من افضل المدافعين، ده هو الخبرة اللي فيهم الفترة اللي فاتت. ما انا بقول لك يعني واحد من افضل المدافعين اللي موجودين، بس مشكلة رامي اللي انا مش لاقي لها تفسير عنده وكلمته فيها، يعني انا حصل مكالمة بينه وبينه من فترة قريبة، موضوع التوتر اللي عنده. انت عندك خبرة وعندك امكانيات ممتازة وعندك سرعة وطول ونقطة الخبرة اللي عنده، حتة التوتر الدفاعي اللي عنده في وقت هو المفروض يكون هو الافضل والابرز وهو اللي يقود الفرقة، يعني رامي يعتبر من كباتن الفرقة اللي موجودة دلوقتي. تمام. فبالنسبه لقلب الدفاع، انما الاداء اللي الاثنين قدموه محمود وياسر المباراه اللي فاتت اداء جيد، برغم ان في بعض الهفوات اللي حصلت في الشوط الاول تحديدا، انما ده طبيعي، انما هم الاثنين قدموا مباراه كبيره بصراحه وكانوا من اسباب فوز الاهلي. ما حسيناش بخطوره تماما على دفاع الاهلي الشوط الثاني في الوقت اللي الفريق فاز فيه، ما كانش فيه حتى يعني خطوره تماما لفريق صن داونز. التزموا في نص ملعبهم بشكل كويس جدا، وقفوا الناس اللي قدامهم كمان الشوط الثاني بشكل كويس جدا، ما حسيناش بخطوره تماما، فهم يستحق ان هم يبقوا موجودين المباراه اللي جايه ان شاء الله. طيب هو اتكلم على بعض سمات الشخصيه وبينصح رامي ربيعه انك انت لعيب كبير، لعيب دولي، امكانياتك عاليه جدا، وان التوتر مؤثر عليك، ما تتوترش لان مصر محتاجه لك زي ما الاهلي محتاج لك. المكان ده فيه يعني في مشكله على مستوى مصر، عندنا الافضل موجودين، فالتنافس بينه باذن الله هيقدم لمصر اثنين على اعلى مستوى. انا بقى
مساله مين يلعب مين ما يلعبش مش عايز نقعد نتكلم على الترشيحات ونتكلم على التكتيك قبل المباراه ونتكلم بحيث ان احنا نقعد بعد شويه نقول ما عملش اللي احنا كنا بنقوله وعمل قصه يعني حاطين نفسنا مكان الناس بدون مناسبه قاعدين في كرسي المدرب وبنسبه صوره المدرب يورجن كلوب كان قال حاجه النهارده كويس انك فكرتني بعد هزيمته من تشيلسي يورجن كلوب المدير الفني لليفربول وكالات الانباء النهارده جايبه له كلام يعني اتمنى ان هو يكون درس لكل الناس اللي بتتكلم بره عملها في المؤتمر الصحفي صحفي بيساله تعليقك ايه على فيروس كورونا وتهديده للكوره قال له انا مدرب كوره انت ليه متخيل انه لعيب الكوره او مدرب الكوره من حقه يتكلم في كل حاجه او لازم بلاش من حقه انا المفروض ما بتكلمش الا في شغلي لا تكلمني في السياسه ولا تكلمني في طب ولا تكلمني في مشاكل اجتماعيه ولا تكلمني بره نطاق عملي ولا يصح ان انا اتكلم انا مانيش خبير لا في السياسه ولا في الصحه ولا انا طبيب فالراجل اتكلم بتركيز في جزئيه ما تخلي كل واحد يتكلم في منطقته هو عايز هنا انا ليه بقول لك ده فجاه نجم الكوره عندنا او نجم الفن الناس تحوله الى قائد راي سياسي الى واحد من حقه يتكلم في الشان العام الى واحد من حقه ينظر في اي قضيه ويجب الاستماع ليه ويجب الالتفاف حوله ويجب السير وراءه بدون معنى مؤكد انه ما هوش سياسي ومؤكد انه ما هوش راجل دين ومؤكد انه ما هوش عالم اجتماع ومؤكد انه هو مش طبيب هو لاعب كوره انا ليه اتكلمت في جزئيه وائل جمعه لانه حتى لما حب يتكلم اتكلم في قلب الدفاع الجزئيه اللي هو لعبها ومارسها ويقدر يقيم ويقدر ينصح ورايه يعتد به ويستمع اليه اتمنى ان احنا كلام يورجن كلوب فعلا ناخده محمل الجديه يا باشمهندس لتصحيح المساله عشان واخده محمل الجديه شايفه انه من اذكى الردود اللي على اللي سال هو وبخه وسخفه بدون ان يهاجمه لما بيقول له انا مش مفروض ان انا رجل بتاع يعني ده انت بتسالني ليه السؤال ده يعني هو عايز يقول يا اخي اسال في الـ في الـ في الـ اسالني في اختصاصي ما تسالنيش بره انما هو تحدث عن نفسه لانه راجل محنك وهو ده اللي بيعمله فايلر بس بيضغطوا عليه دلوقتي يخرجوه عن سياقه انه ما من مره يقعد يتكلم على مباراه الا يسالوه عن حاجات بره المباراه بس قول فايلر بيسالوه في الكوره برضه يعني لا في القايمه وفلان ما لعبش وفلان راح وفلان انت مع فلان عملت مع فلان قال لهم انا يعني علاقتي باللعيبه مش مجال الحديث احنا كلمني في المباراه مجال الحديث احنا قاعدين النهارده نتكلم على المباراه دي غيرت دي ليه نفذه ما نفذوش ايه اسباب كذا ايه نتكلم في دي يا استاذ ابراهيم المشكله مش ان كلوب بيقول لك ما تسالنيش في كورونا مش ان كلوب ما يتكلمش في كورونا انت ما تسالنيش في كورونا روح اسال طبيب انت بتستفيد ايه من سؤال انا وانا مش هفيدك الا بشعور المواطن اللي انت ممكن تبقى اي حد يقوله قوله قوله اي انسان اي انسان فانت انا مساله ان احنا كل واحد عايز يتكلم لا من حقك تتكلم هعتبر ان من حقك بس مش ضروري تتكلم مش من واجبك انك انت تتصور ان انا لما تسال لازم اجاوبك في حاجه زي كده والا يبقى اتهربت من السؤال عايزين كره القدم والله لو خدناها بالمفهوم ده وركزنا فيها ككره قدم وانها في النهايه كره الجلد دي مش هتجيب لا ديمقراطيه ولا هتوقف حروب ولا زي ما قال المره اللي فاتت انما كره الناس بتستمتع وبتتوتر وبتخرج متاعبها خلال المباراه وخلصنا على كده ودي القيم الرياضية الحقيقية والقيم الرياضية الحقيقية اللي تجلت بالأمس في حفل تكريم رائع نظمته اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب دعت إليه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وحشد كبير من رموز الحركة الرياضية كان بينهم الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق وصديق الدكتور حسن مصطفى طبعا أحد رموز الرياضة المصرية ورموز النادي الأهلي كمان الحفل كان تكريما للدكتور حسن مصطفى اللجنة الأولمبية المصرية منحته الرئاسة الشرفية مدى الحياة
تسابق الدكتور أشرف صبحي والمهندس أشرف هشام حطب والحضور في الكلام عن ما يستحقه الدكتور حسن مصطفى، جانب من هذا الحفل، ثم الحديث عن هذه القيمة الرياضية الكبيرة المحتفى بها. أنا بقول إن المفروض إن اللي بيعمل بيخرج عن الروح الرياضية لازم يتبتر، مش إن هو بنقول يتبتر طبعا، لأن ده طبعا خروج. أنا ما بنك الرياضة ما تعرفش أسماء، الرياضة ما تعرفش بوزيشن يعني مناصب وخبال حركة، لكن أنا بقول اللي بيخرج عن النص بالروح الرياضية اللي احنا تعلمنا عليها ونعرفها وتربينا عليها، المفروض إن ده ما يبقاش موجود في الوسط الرياضي أيا كان وأيا يعني مين هو أو بيمثل إيه. أنا خايف على بلدي، خايف على مصر، خايف على الرياضة المصرية، خايف إن تحصل كارثة برة، لأن الناس خدت على إن الصوت العالي والخروج على النص وبتاع وكلام، مش هي دي الرياضة اللي الناس بتنادي بيها في الخارج. لمثل هذه الآراء الجريئة القوية والمواقف الثابتة ولمثل الإنجاز الغير مسبوق في مدة المكوث وعدد مرات الفوز برئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، كرة اليد لكرة اليد. أنا ليه اتلخبط وقلت كرة القدم؟ لأن كابتن حسن مصطفى كان صديقا لكل رؤساء الاتحادات الكبرى، وأولهم كان بلاتر. هو عنده كاريزما وشخصية إنه يبقى صاحب الناس اللي فوق قوي، يعني حتى لما هو استقبل من رئيس تونس علي زين العابدين لما ادالهم بطولة العالم عندهم، انا بقول لك الراجل ده دائما كان يطمح في الصعب ومصدق نفسه وكان يحقق وينجح ويكمل. ما هو انت ممكن تنجح مرة لكن الاستمرار هو ده معناه ايه؟ قناعة الوسط الرياضي الدولي والعالمي بهذا الرجل. هو ما تعرضش لمنافسات؟ اتعرض لمنافسات، ودائما عند أزمات الرياضة المصرية كان يستدعى. واحد من أهم أعضاء اللجنة الثلاثية اللي كانت معنية بالخروج بالمشهد الرياضي خلال الأزمات في السنوات الأخيرة. تكريمه النهاردة تكريم له معنى، سيبك من الدرع وسيبك من الكلام المتحف، لكن أن يعطى الرئاسة الشرفية للجنة الأولمبية المصرية أعلى جهة رياضية في أي بلد مدى الحياة، هذا هو التقدير. وده طبعا ده هشام، كابتن هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وإحنا هنستضيف بطولة العالم لكرة اليد. فطبعا تكريم صادف أهله، مبروك للكابتن حسن. ونتوقف عن الكلام اللي بيقوله كلام الكابتن الدكتور حسن مصطفى، تحذيره الشديد جدا من الخروج عن الروح الرياضية. قال كلام مهم جدا، اللي يخرج عن الروح الرياضية وأدابها وقيامها وتقاليدها يجب بتره، وقال إنه خايف على بلدي، خايف على رياضة بلدي، حريص على سمعة رياضة بلدي. فأتمنى كلمات رمز رياضي كبير جدا، مبعوث اللجنة الأولمبية الدولية للخروج بالمسألة الرياضية المصرية من الفترة الانتقالية، يلقى أذانا صاغية لأهميته. ده كان التكريم المستحق للدكتور حسن مصطفى. هنطلع لفاصل، لكنه قبل الفاصل زميل فاروق صلاح التقى أسرة أهلوية في بريتوريا للحديث عن الأهلي ومباراة السبت. هنشوف الأسرة الأهلوية مع فاروق صلاح والفاصل، وبعد الفاصل كلام ابن عم حديد أصبح حقيقة بعد الفاصل وحوار فاروق صلاح.
كل التحيه ليك يا باشمهندس عادلي والاستاذ ابراهيم ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من جنوب افريقيا وبالتحديد بريتوريا العاصمه الدبلوماسيه، اخر استعدادات فريق النادي الاهلي لمواجهه فريق سان داونز يوم السبت المقبل في اياب دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا. توافد افراد الجاليه المصريه والعربيه من كل مكان ومن كل جزء في جنوب افريقيا لمسانده ومؤازره النادي الاهلي في هذا اللقاء. يسعدني ان يكون معي في هذه الاثناء يعني اسره مصريه يعني حريصه ان هي تكون موجوده النهارده في تدريب النادي الاهلي، تساند وتؤازر النادي الاهلي، وايضا هيكونوا موجودين في مباراه الاهلي يوم السبت المقبل ان شاء الله في مواجهه فريق سان داونز. خليني في البدايه ارحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايز اتعرف بيك، قول لي بقى انت منين، من مصر ومنين، من هنا من جنوب افريقيا، وبقى لك كام سنه؟ انا الحمد لله ناصر ابو هاشم منصور من الشرقيه، اللي 27 سنه هنا في البلد، من مؤسسين مصريين في جنوب افريقيا السفاره، والكل يعرفوني كويس يعني، من طولة عمر الاهلي ما بيجي هنا انا معاه يعني، الحمد لله يعني، من ايام الكابتن جوزيه برضك، وكان في السفاره ما بيجوا احتفالات السفاره بيدعوني ونحضر معاهم ونوازرهم، وان شاء الله التوفيق النبوه دي يكون افضل للاهلي باذن الله. عايز اسال حضرتك يعني حضرتك المكان اللي جاي منه لبريتوريا يعني بيبعد عن بريتوريا قد ايه؟ 45 دقيقه بالسياره. استعدادك وترتيب، انت حريص ان الاسره كلها تكون موجوده النهارده لمسانده ومؤازره النادي الاهلي، واعتقد ان زي ما حضرتك قلت لي هكون موجود في اللقاء ان شاء الله. ان شاء الله احنا كلنا موجودين، وبدانا يعني اغلب الناس المصريين القدام اللي عايشين هنا بدانا الاتصالات بالناس المصريين الجداد في البلد، نعرفهم مكان الماتش والدساكر ازاي ياخدوها، لدرجه ان انا النهارده بدات اشتري الدساكر على حسابي الخاص من سان داونز عشان اديها للناس مصريين يعني ان شاء الله. خلينا نروح لحضرتك واسال حضرتك، طبعا كلنا بنتلهف وبنشتاق لوجود النادي الاهلي هنا في جنوب افريقيا، تبقى فرحه وعيد بالنسبه لنا لما يكون النادي الاهلي موجود هنا في جنوب افريقيا. طبعا احنا اهلاويه صميم اصلا من البدايه يعني، من البيت كله اهلاوي وكله بيشجع النادي الاهلي وكله بيحب الاهلي، لانه فريق يعني بيلعب كويس وفريق محترم في كل الصفات يعني، ان الواحد يحب يشجعه وان هو يمشي وراه بصراحه يعني. ان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي يوم السبت ان شاء الله. يعني اكيد عارفين ان الكابتن محمود الخطيب موجود مع بعثه النادي الاهلي، بيمثلكم هذا الامر طبعا شعبيه واسمه وقيمه ومكانه الكابتن محمود الخطيب. طبعا الكابتن محمود الخطيب يعني ما فيش حد ما يعرفهوش، ونتمنى ان احنا نشوفه يعني، لان دايما نشوفه بس في التلفزيون وفي الاعلام، عمرنا ما شفناه شخصيا يعني بصراحه، وهو كابتن محترم ومعروف عالميا يعني على مستوى عالمي. يعني انا شايف ان الاسره كلها بالكامل حريصه النهارده ان هي بارتداء قميص النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي، يعني قولي لي جايبين القميص اكيد بيتباع هنا في جنوب افريقيا. لا بصراحة احنا كان هو في رحلة في مصر من اسبوعين، وبعدين اشترى التيشيرتات كلها معاه وجابها بقى. شعبية الاهلي هنا في جنوب افريقيا شايفينها ازاي، والاسر المصرية اكيد يعني بتجمعوا بعض ان انتوا تكونوا موجودين في المباراة. بالنسبة هنا للنادي الاهلي اصلا معروف في وسط الجنوب افريقيين يعني، كلهم بيحبوه وبيشجعوه، لان عارفين ان هو يعني فريق كبير وفريق ليه اسمه ومكانته يعني. وبالنسبة للمصريين اللي هنا برضو في مصريين اهلاويين، وفي برضو بيشجعوا النوادي التانية، بس بالنسبة اللي هم بيشجعوا الاهلي برضو كتير هنا ان شاء الله. بشكر حضرتك، خليني اروح بقى للناشئ بتاعنا، يعني انا عايز اتعرف فيك، وبالمناسبه هو احد ناشئي فريق سان داونز تحت 15 سنه، لكن الراجل اهلاوي ان شاء الله يتمنى فوز النادي الاهلي ان شاء الله. الاهلي فريق حلو كويس، من نتفرج عليه كل ماتشات افريقيا وماتشات الدوري، ونتمنى الاهلي يكسب على سان داونز وياخد بطوله افريقيا ان شاء الله. محمد انت بتلعب في سان داونز تحت 15 سنه صح؟ طبعا. احنا عايزين نركن بقى سان داونز دلوقتي ونركز مع النادي الاهلي، واكيد هتشجع النادي الاهلي. طبعا هشجع النادي الاهلي، انا وانا صغير مشجع النادي الاهلي، واتمنى العب في النادي الاهلي ان شاء الله. محمد قول لي بقى انت بتحب مين من لعيبه النادي الاهلي، ومركزك ايه؟ انت بتلعب في الناشئين، مركزك ايه، ومين اللاعب اللي انت بتحبه؟ انا بلعب راس حربه، بس انا بعشى عمرو السليه ومحمد الشناوي. محمد الشناوي طبعا. انا عايز اسالك سؤال بقى محمد، يعني معلش انا اقربك اكتر، شايف ايه اهم ميزه لازم تكون موجوده في اللعيب اللي بيلعب في النادي الاهلي؟ لازم يبقى عنده اخلاق، يعرف يلعب كوره، ومش مش يتكلم مع الجمهور بشكل وحش، يخليه في دماغه في المباراه، يسجل اهداف، يساعد الفريق في اي حاجه، واحترام المدربين والاجهزه الفنيه. بشكرك يا محمد، عايز اروح بقى لحضرتك واسالك يعني اتعرف فيك على شاشه قناه النادي الاهلي، واكيد هتكوني معانا في المباراه يوم السبت ان شاء الله. انا حابة معاكم على مباراة على السبت. قولي بقى متابعة مباراة النادي الأهلي؟ بتتفرجي على مباراة النادي الأهلي؟ مش كل يوم بس.
مش بتفرج عليهم كل يوم. طيب احنا بقى عايزين منك يعني تقولي مثلا تقولي ايه لعيبه النادي الاهلي. اكيد سعيده ان لعيبه النادي الاهلي موجوده النهارده موجوده في بريتوريا في جنوب افريقيا، انتوا جايين تشجعوهم وهتكوني يعني اكيد موجوده وفرحانه مبسوطه ان لعيبه النادي الاهلي موجودين هنا. طبعا حابه مرفوعه وكمان عايزه اشوفهم واشوف ازاي بيلعبوا. مشكور باشمهندس عادلي استاذ ابراهيم، ده كان لقائنا مع احد الاسر المصريه الموجوده هنا في بريتوريا، يعني قطعوا مسافه 45 دقيقه من جوهانسبرج الى بريتوريا لمسانده ومؤازره فريق النادي الاهلي وفي المرانو النهارده في مجمع ملاعب جامعه بريتوريا، وهيكونوا متواجدين في ان شاء الله ملعب لوكاس موريبي يوم السبت القادم لمؤازره ومسانده النادي الاهلي. زي ما قلنا باشمهندس، الجميع يتوافد، الجميع يساند، الجميع يؤازر كل افراد الجاليه المصريه والعربيه في كل مكان في جنوب افريقيا مصممين على مسانده ومؤازره النادي الاهلي. يتبقى فقط توفيق المولى عز وجل باذن الله. باشمهندس ان شاء الله نرجع منصورين، كل الجماهير دي تكون فرحانه ولعيبه النادي الاهلي يرجعوا ومعاهم تذكره المرور الى الدور نصف النهائي ان شاء الله. باشمهندس بالتوفيق للنادي الاهلي. بحضراتكم من جديد. الحقيقه بنحيي الناس اليقظه جدا حتى من الجمهور من المتابعين، متابع البرنامج واللي ممكن ياخد لقب المشاهد والمستمع الدائم مليجي حنكو الاهلاوي الناشط جدا من المنوفيه على كل وسائل يعني الميديا. انت عارف ان مليجي حنكو صدر له قرار بايقافه من الاذاعه؟ ايقاف مستمع. بالمناسبه هو عيد ميلاده بكره، كل سنه وانت طيب يا حاج مليجي. لكن هو لفت نظرنا في الفاصل من شويه الى انه انتوا بتتكلموا على انه الناس بتساند الزمالك والناس كلها مركزه مع الزمالك وده شيء كويس. قال بس هل من المنطقي وهل من المعقول يطلع برنامج امبارح ولا اول امبارح على احدى الفضائيات قبل ماتش الاهلي ب 48 ساعه يتكلموا انه في انقسام في مجلس اداره الاهلي على الكابتن سيد عبد الحفيظ وعايزين يمشوا الكابتن سيد عبد الحفيظ وده عايزه وده مش عايزه؟ كلام غريب جدا وكلام غير مطروح بالمره. وازاي ده يكون في هذا التوقيت كابتن سيد؟ اولا يا جماعه عشان بس الناس تبقى فاهمه، تسيير شؤون كره القدم في النادي الاهلي المجلس بيفوض فيها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، ده قولا واحدا. محدش بيتكلم في الكوره الا الكابتن محمود الخطيب لانه مفوض من قبل مجلس الاداره، والكابتن محمود الخطيب موجود مع البعثه رئيسا ليها في بريتوريا. فهل من المعقول وهل من المنطقي واحنا بنتكلم على المسانده والدعم؟ هي محاوله دؤوب علشان تعمل شوشره للاهلي. وهل من اللائق؟ المعلومه دي عندك من امتى؟ ايه مناسبتها؟ افرض يعني هنفترض حسن النيه عنده معلومه واحد اداله كلمتين غلط، ولو انه مش منطقي لا عمرو فاروق ولا غير مع احتفظنا بالالقاب ولا غيره بيتكلم، ويوم ما هيتكلم محدش هيعرف قال ايه في الموضوع ده، لان ده موضوع ملوش مناسبه. الاهلي يحقق النجاحات الكبرى في حاجه اقول له غير يعني حتى لما تيجي وكابتن سيد محل تقدير من الجميع ومسانده ودعم من الجميع. يا استاذ ابراهيم افرض ان انا عايز ادي سن، ما استنى يعني لحظه يكون فيها مجال ان الناس ممكن وامتى الاهلي بيقيم عمل اي جهاز وسط الموسم؟ والله مش عايز اتكلم في الموضوع ده لان هو ده الغرض من اثاره هذه الامور، ان احنا نبتدي نناقشها ويبقى في تداول اراء حولها. طيب لكن هي مناسبتها في انه شوفوا الدعم شكله ازاي. لكن عموما كويس ان الناس يقظه ومتابعه كل ما يجري على السوشيال ميديا. كلام ابن عم حديد واصبح حقيقه، التعبير للاستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسيه لاتحاد الكره المصري، قال النهارده في المؤتمر وهو بيعلن عن انطلاق تقنيه الفار او حكم الفيديو المساعد في الكره المصريه، وتم تطبيق او تجربه هذه الخاصيه النهارده في مباراه انبي وطلائع الجيش في الدوري اللي انتهت بالتعادل السلبي، وتم لاول مره ظهور الفار في الدوري المصري. الاستاذ عمرو الجنايني في المؤتمر قال ان احنا لما تولينا العمليه، لما تولينا المسؤوليه، قلنا هنطبق الفار، فالناس قالت لك ده كلام ابن عم حديد سمعناه قبل كده كتير. ايوه، وفضل دايما وابدا
الناس مستهينة انه ده مش هيحصل، لكن قال انه في اكتوبر اللي فات اعلنا للشركات المختصة عن رغبتنا في التعاقد مع الشركة المناسبة، تقدمت 4 شركات او عدد من الشركات الكبيرة تقدم، تم تصفيتهم وتم التفاوض معهم الى ان تم الاستقرار على الشركة اللي هتتولى. تم التعاقد معها تقدمت 13 شركة معتمدة تعمل في هذا المجال. الشركة اللي تم التعاقد معها عقد لمدة 3.5 سنين، هي تعمل في الدوري الإيطالي والأسباني وفي الشرق الأوسط في عدد من الدول. وزارة الشباب والرياضة وافقت على هذا التعاقد. وجه عمرو الجنايني الشكر للدكتور أشرف صبحي، وكشف رئيس اللجنة الخماسية عن أن الموافقة على تطبيق تقنية الفار وصلت يوم 3 مارس يعني أمس فقط، شملت الموافقة 11 ملعب. جرى الحصول على الموافقة على 5 ملاعب أخرى، هي طنطا وجيش بالسويس واستاد الجونة وملعب أسوان وبرج العرب. في بعض الملاحظات على إمكانات هذه الاستادات جرى تنفيذها، وأضاف أن اتحاد الكرة تحمل قيمة التكلفة الكاملة لمساندة الأندية على التسويق الجيد، خاصة أن سعر الدوري اللي بيطبق فيه الفار مختلف عن الدوري الخالي من الفار، يعني الفار تمنه فيه، فبالتالي أصبح تكلفة عمل الفار في الدوري المصري هتصل إلى 4 مليون دولار في عقد 3.5 سنين. قال أنه هيتم تحملها بالكامل من اتحاد الكرة. قال مفيش حكام أجانب إلا لمباراة القمة بس. رئيس لجنة الحكام كمان الكابتن جمال الغندور قال إنه لن يتم إلغاء أي مباراة يتعطل فيها الفار، يعني كنقطة نظام فجأة الفار اتخنق نعمل إيه؟ لسبب أو لآخر. هو كده بيشير إلى محدش يجي وقتها يقول لك المباراة، أيوة محدش يجي يقول لك المباراة غير قانونية علشان الفار ما اشتغلش. وارد جدا إنه يحصل وسيلة من وسائل المساعدة. صحيح، مش من شروط المباراه. طيب هنا يا استاذ ابراهيم، انت 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 انا برضو اتفضل. ما حدش بي دوري الفار في الدوري مش في الكاس. كويس، اوكي. ما حدش شرح لي او شرح لك الوسطاء اللي زينا اللي ما عندهمش خيال واسع. ايوه، هو الفار ده عباره عن اجهزه بتتركب في الملعب ثابته ولا متنقله؟ طيب لو في ماتشين في او 3 ماتشات في 3 محافظات هتتابعهم ازاي الثلاثه؟ شوف، هو قال لك هو الاجهزه ل4 ملاعب فقط، يعني يستقبل في اليوم 4 مباريات فقط. معانا مكالمه. عموما، كيف سيعمل الفار، خطورته وابعاده وتحديده؟ معنا على الهاتف الكابتن وجيه احمد عضو لجنه الحكام. في لحظه هذا السؤال الرئيسيه. ازيك يا كابتن وجيه؟ ازيك يا باشمهندس عدلي؟ اهلا بيك يا باشمهندس عدلي. وحشنا. وبرحب بيك يا استاذ ابراهيم. اهلا وسهلا يا كابتن وجيه. انا كنت بسال سؤال رئيس اللجنه الفنيه في لجنه الحكام. يا كابتن وجيه اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا استاذ ابراهيم. اهلا بحضرتك والله. انت وحشنا. ربنا يخليك. كنت بسال ابراهيم سؤال انت الوحيد اللي تقدر تجاوبني عليه. هو الفار ده مش اجهزه بتبقى ثابته في الملعب ولا متنقله؟ ولو وفي 3 ماتشات في 3 محافظات مثلا، الفار هيتابعها ازاي؟ يعني عايزين نفهمها دي. استاذ عدلي، طبعا ده سؤال جميل جدا بنقوله لحضرتك طبعا وكل للمستمعين او كل المشاهدين حضرتك، اسف. طبعا لو كان عندنا اكتر، طبعا الحد الاقصى اللي هيتلعب في الدوري المصري هو 4 مباريات في اليوم الواحد. 4 مباريات في اليوم الواحد عندنا، مثلا في ماتش في استاد القاهره، ماتش في الكليه الحربيه، ماتش في اسكندريه، ماتش في استاد اسماعيليه. ال4 ماتشات دول بيتلعبوا في يوم واحد. احنا عندنا 4 عربيات التقنيه اللي بتبث تقنيه الفيديو دي عربيه، العربيه دي بيبقى جواها حكمين، حكم فار وحكم اي فار. المعلومه دلوقتي وصلت. اذا لو عندنا 4 مباريات او 3 مباريات في يوم واحد، سهل قوي ان احنا بننفذ ال4 مباريات. طبعا بس باختلاف التوقيت، ده ماتش مثلا 2:30، ماتش 5، ماتش 7:30 مثلا. لو ده 3 ماتشات، احيانا بيبقى في ماتشات كلها في توقيت واحد،
على اساس ان مثلا عندك ماتشين فرقتين بيلعبوا على الهبوط او بيتنافسوا على المراكز المؤخره مثلا، وعندك فرقتين بيلعبوا على تنافس على مثلا الثاني الثالث الاول الثاني، فبتلعبهم في توقيت واحد، فبرضه بتلعب الاثنين مثلا الاثنين الساعه 5 بيتبثوا، طبعا بيتبثوا على قناتين ولكن من خلال برضه الحكم الفار او الحكم الايفار. يعني انت يلزمك يا كابتن يبقى في فرق في فرق بين المباراه والاخرى، ولا لو الاربع ماتشات في نفس التوقيت عندك القدره على ان الفار يشتغل في الاربع مباريات في نفس التوقيت؟ انا عندي القدره اللي عندي لو عندي الاربع ماتشات في توقيت واحد عندي استعداد ان انا العب الاربع مباريات في توقيت واحد، لان انا عندي اربع عربيات منفصلين عن بعض. اربع تطقم يعني؟ اربع اطقم فني، اربع اطقم باجهزتها، اطقم حكام واربع عربيات فيهم تقنيه الفار نفسها، فيهم الاجهزه وفيهم السيميليتور وفيهم كل الحاجات الخاصه بتقنيه الفار. طيب استحملني بقى واحده واحده. في غرفة الفار جوه في كم حكم موجود؟ في حكم فار وحكم ايفار، حكم وحكم مساعد معاه. القرار بالتشاور بينهم؟ لا، القرار قرار الفار هو اللي بيتواصل مع الحكم، الحكم الرئيسي اللي في الملعب. تمام. الحكم المساعد الايفار هو ليه شغل تاني. تمام. شغل تاني ان هو بيجهز لقطات تانية، ان هو بيحسب الوقت الضايع اللي بيضيع اللي هو بيستدعي الحكم في اللي بيعمل فترات الديلي. كويس. هو بيعد مثلا بيقول له مثلا عندنا ثلاث حالات في الشوط الاولاني استغرقوا مثلا دقيقتين، يعني هتلعب دقيقتين في الشوط الاولاني وقت بدل ضايع بالنسبه لحالات الفار بالاضافه للوقت اللي ضاع اثناء الشوط الاولاني، الوقت اللي ضاع اثناء الشوط الاولاني الوقت الطبيعي سواء اصابات اللاعبين او علاج اللاعبين، بالاضافه للدقيقتين ونص اللي هيقول لهم عليهم الحكم الايفار. طيب الحكم الفار المساعد اللي جوه هيبقى معني بمراقبه الوقت والوقت اللي ضاع والمقدر في الاستبدال قد ايه؟ الحكم دلوقتي اقول لحضرتك مراقبه الوقت يا استاذ ابراهيم واللعيبه اللي خدت الانذار. تمام. واللعيبه اللي خدت الطرد، القرارات الاداريه كلها وتأييد الاهداف، كل الحاجات دي هو معني بيها. طيب الحكم الاساسي، حكم الفار الاساسي، مفيش مجال في اوضه الفار يحصل خلاف، هو قرار واحد؟ لا، هو الحكم الفار بيحصل اذا الحكم الفار شاف حاله تحكيميه. اولا يا استاذ ابراهيم طول الوقت بيتم التواصل بين الحكم الفار والحكم اللي في الملعب. تمام. اللي هو التشيك الصامت، انا بشيك تشيك صامت بين الحكم والحكم الرئيسي اللي في الملعب، احتسب مثلا ركله جزاء اثناء تنفيذ وعمل اجراءات ركله الجزاء دي واللعبه بتتعاد بل اكثر من بيتاكد للحكم الفار ان اللعبه سليمه، بيقول له الحاله سليمه جود لك ويستأنف اللعب. تمام. لو الحاله فيها مشكله او الحاله فيها حاله ممكن عايز يراجعه فيها في خلال الاعاده دي بيحط ايده على ودنه بيقول له ديلي يعني ايه؟ اخر اللعب، اخر استئناف ركله الجزاء. تمام. لو تبين للحكم الفار ان اللعبه فيها جدل او فيها اختلاف او في تقديره ان اللعبه دي ممكن اختلف مع الحكم الرئيسي اللي هو حسبها، انا في الحاله دي بقول له انا شايف ان اللعبه دي لا ترتقي ركله الجزاء، او شايف ان المخالفه مش موجوده، او شايف ان المدافع نجح في لعب الكوره، تعال شوف. ايوه تعال شوف دي، وشوف الحاله، تعال شوف ديت اللي احنا بنشوفها كده. القرار ده يا كابتن جاي من جوه ولا جاي من الحكم؟ لا، الحكم القرار النهائي قرار الحكم. ايوه. اوكي. الاحتكام حكم الصفاره هو اللي بيطلب الاحتكام ولا حكم الفار اللي بيقول له تعالى شوف؟ بص يا استاذ ابراهيم، انا عاده شيء طبيعي انا كحكم فار حسبت ركله جزاء. تمام. انا كحكم رئيسي قصدي حسبت ركله جزاء. هنا الفار شايف ان هو مختلف مع الحكم في الحاله اللي حسبها. الحكم الرئيسي شيء طبيعي جدا مش هيقدر يطمن على القرار الا لو شاف فعلا بعينه ان الحاله اللي حسبها
لا ترتقي لركله الجزاء. تمام. عشان كده الحكم الفار بيقول له تعالى شوف. هنا الحكم وهو جاي في الطريق وهو عشان يشوف الحاله، هنا الحكم الفار بيحضر له اللقطه اللي يقدر يتواصل فيها معاه، بيقول له الاعتبارات الخاصه بالحاله. مثلا انا شايف ان المدافع نجح في لعب الكوره، انا شايف ان العرقله مش موجوده، شايف ان المخالفه اللي ارتكبت مش موجوده. كل دي عناصر بقولها للحكم وهو جاي في الطريق عشان يشوف وحضر له اللقطه. تمام يا كابتن وجيه. النهائي للحكم. لا انا بقى الجمله دي، كل دول يا استاذ عدلي فريق العمل، الحكم الحكم المساعدين والحكم الرابع وطاقم الفار، كل ده فريق عمل واحد يا كابتن وجيه. كابتن وجيه للحكم. كابتن وجيه اتفضل يا باشمهندس. الحكم هو قائد عمليه التحكيم، مفهومه. اذا انت افهم من كلامك ان الفار ده رايه استشاري، ولا رايه بقى طالما ان هو بيثبت له الحاله يقول له ما ينفعش؟ يعني انا ممكن اروح اشوف الحاله واختلف مع حكم الفار في تقديرها؟ ايوه يا فندم، ايوه يا فندم. طب المصاريف دي كلها لازمتها ايه بقى؟ لا يا فندم كابتن عدلي، حضرتك ان انا عايز اوصل للدقه وعايز اوصل للقرار الصحيح. يعني في بعض الحالات الكثيره جدا يا استاذ عدلي، في لعيب ارتكب مخالفه وحاله طرد ولم يطرد ولم يعاقب عليها، وتعاقب بقى لعيب ثاني. عشان كده من ضمن البروتوكول بتاع تقنيه الفار اربع حالات: حالات تسجيل الاهداف لهدف صحيح او لا، حالات احتساب ركلات الجزاء صحيح او غير صحيح، حالات الطرد، وبالاضافه الحاله الرابعه حاله تحديد هويه اللاعب. يعني مثلا في ماتش الزمالك والترجي، اللي اللاعب اللي مسك التيشيرت بتاع الحكم مش هو اللي اتطرد. لو انا عندي فار او في تقنيه الفار في المباراه، كان حكم الفار هيستدعي الحكم ويقول له اللي ارتكب المخالفه اللاعب رقم 8 مثلا مش اللاعب رقم 6. كل دي بتوصل للحقيقه، وبعدين بتطمن يا باشمهندس على القرار. اما يكون عندي مثلا ركله جزاء، اما يكون عندي انا احتسبت هدف، وبدايه الاي بي دي بدايه الهجوم القبل احراز الهدف، ان لاعب زميل اللاعب اللي مرتكب زميل اللاعب اللي احرز الهدف زميله ارتكب، خد الكره بفاول، خد الكره بفاول في بدايه الهجوم. فهنا انا بشيك على بدايه الهجوم وبشوف الحاله التحكيميه. اللعبه لو وصلت وجاب جون انا بشوفها مره ثانيه كحكم فار، وبتاكد وبقول له اللعبه انا شايف ان اللعبه فيها فاول. طيب في بدايه الهجوم احنا كده كابتن وجيه. انا فاهم ان الفار هيساعده انه يؤكد له على قراره، بس انما عندما يختلف مع قراره هيبقى فيه هنا الفيتو مع الحكم. تمام. وهنا هنا المشكله. هنا بص يا كابتن، انا دلوقتي احتكمت لضربات الجزاء التركيحيه، فانت قلت عايزين نقول، او حتى ضرب الجزاء في الوقت في سياق المباراه، فانت بتقول ان الفار بيشوف هل احكام تطبيق تنفيذ ضربه الجزاء نفذت صح ولا غلط. انت عايز تفهمني ان انا الحكم هيروح للفار بعد ما يحسب الجول يقول اصل اللعيب اتحرك، اصل في واحد دخل المنطقه فهيلغي؟ وبقابلني باشمهندس عدلي، خلي بال حضرتك، يمكن هي الفقره اللي انت بتتكلم فيها دي هي فقره في غايه الصعوبه حضرتك، لان هو ما انت مخلي رايه استشاري عشان هي صعبه. بقول لك راي الفار في الحاجات ركلات الجزاء بيقول لك ان التحرك الواضح او ايوه بصرف النظر. يا كابتن وجيه، لما تحول راي استشاري وانا بقول لك اهو اتحرك اهو في الدوري الانجليزي في ضربه جزاء اتعادت مرتين. الله، انما انت هتيجي تقول لي رايك استشاري وانا راجل عايز اشتري دماغي، هروح ابص واروح حاسب الجول. ما هو في النهايه الحكم سيد الملعب. يا سيدي كويس، امال انت يا كابتن باشمهندس عدلي، بعد اذن حضرتك باشمهندس عدلي، اولا مين حكم هيروح يشوف حاله تحكيميه وهو القرار قدامه والقرار بايد قرار الحكم الفار وهيصمم على رايه؟ اعتقد ما حد هيعمل كده، لان اللقطه دي هتطلع للجمهور، اللقطه دي هتطلع للشارع المصري، اللقطه دي هتتنقل
ليه لا 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 يعني عايز تقول لي خارج الملعب الحكم لما يعمل تشيك طبعا ويصمم على رايه ما دام في حاله تحكيميه. ده بالعكس يمكن الفار يمكن الفار هو اللي يعفيه من الحرج وهيدي له فرصه انه يتراجع عن قراره. ايوه ده احنا لو افترضنا ان 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 كل الناس هتتصرف بحسن نيه وان هي عايزه فعلا توصل للحقيقه لكن ساعات المكابره ها ما هو المكابره هيعملها استاذ ابراهيم. هقول لك حاجه اديك مثل واضح هو ماتش الاهلي والترجي السنه اللي فاتت مش الحكم راح شاف الفار ورجع اكد على قراره ورغم هذا تم انتقاده حتى في الاتحاد الافريقي يعني ليه ما تقالش ساعات ان الحكم اتاكد من قراره وانه هو راي الفار ده بس ما هو نفس القرار بالنسبه للحكم بتاع السنه اللي فاتت مهدي بن شرفيه هنا الحكم الفار قال له على رؤيته للحاله التحكيميه. هنا مهدي راح شاف الحاله التحكيميه وهو من وجهه نظره تاكد ان القرار بتاعه صحيح فرجع اكد قراره قال له لا انا شايف ومن خلال الرؤيه اللي انا شفتها برضو دي انا شايف وجهه نظري شايف ان القرار صحيح واحتسب القرار الفني اللي هو حسبه. تمام كابتن كده انا بقول لحضرتك اوكي جدل هيفضل مثار بس في النهايه الحكم الصفار هو سيد الملعب. هل في حالات معينه تبقى لقرار الاتحاد الدولي طبعا هل في حالات معينه هي بس اللي بيحتكم فيها للفار؟ طبعا يا استاذ ابراهيم اللي هي باختصار البروتوكول البروتوكول اللي هو قائم على تقنيه الفار اولا اهم اربع عناصر فيه للهدف تسجيل هدف صحيح او لا تمام يعني هدف اللي كده الحاجات المهمه تمام الثاني احتساب ركله جزاء صحيحه تمام او غير صحيحه اللعبه فيها بنالت ولا ما فيهاش تمام ايوه طبعا حاله الطرد لعيب الطرد هل الطرد ده مستحق مش الانذار الكارت الاحمر فقط او لعيب ارتكب مخالفه تستوجب الطرد والحكم ما حسبهاش فبالتالي هيرجع للفار ويقول له اللاعب ده يستوجب الطرد. الحاجه الرابعه وهي الاهم برضو وهي مهمه برضو من ضمن الاربع عناصر تحديد هويه اللاعب يعني ما ينفعش وجيه ارتكب مخالفه تستوجب الطرد اروح ادي الاستاذ ابراهيم اطرد الاستاذ ابراهيم واسيب وجيه اللي اصله ارتكب المخالفه الطرد لكن الكارت الاصفر الهويه عنصر مهم جدا الكارت الاصفر وبقيه القرارات كورنر اوت فاول مش فاول في نص الملعب في كل ده مش داخل ضمن الشغل هم دول الاربعه كابتن وجيه نعم كابتن في حاجه هي ثلاث ارباع الجدل فيها التسللات يعني هي مش موجوده في الاربع حالات دول لا الهدف صحيح ولا مش التسللات يا استاذ عدلي التسلل عباره ايه؟ اصفر عن هدف ولا لا؟ التسلل ان انا كحكم مساعد بمجرد ما يكون في حاله فيها شك التسلل بروح انا كحكم مساعد بقول للحكم الرئيسي دي ليه؟ يعني انا شاكك في حاله التسلل وبكمل اللعبه دي لو جت جون انا 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 كحكم مساعد برفع الرايه هنا الحكم بي 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 بيرفع على تسلل ما دام الكوره اتشاطت ودخلت الجون الاول برفع على تسلل وبعدين بحتكم للفار لو الفار اكد لي ان التسلل غير صحيح بقول للحكم المساعد نزل واحتسب الهدف. طيب في حاجه بقى حاجه بقى بالعكس التسلل ده مظبوط انا برفع على تسلل وبايد قرار الحكم المساعد. طب في حاجه بقى الفار مش هيعرف يعالجها اقول لك ايه في التسلل اتفضل يا فندم حسبت عليه تسلل وهو مش تسلل وانا كنت منفرد بالجول هتصلحها لي ازاي دي بقى ما يا باشمهندس عدلي ما التعليمات اللي راحت للحكام المساعدين دلوقتي بيقول له اتاخر في رفع الرايه هنا يبقى قصور في الحكم المساعد يبقى الحكم المساعد هو اللي ما طبقش التعليمات يعني انت دلوقتي في لعبه فيها شك اتأنى في رفع الرايه او اقول للحكم في ديلي يعني انا شايف ان الحاله ممكن تحتمل تسلل او غير تسلل يسيبها بقى لما بقول ديلي بكمل اللعبه لو اللعبه دي جت جون يبقى انا ما حرمتش المهاجم من احراز الهدف الله ينور وبعدين برجع لاحتكام الفار كده الله ينور اكد لي صحه الهدف بحسب جون لو اكد لي ان اللعبه تسلل بحسب التسلل الله ينور يا كابتن وجيه عندنا حكام كفايه لغرفه الفار عندنا ان شاء الله 54 حكم بتخصصاتهم واخدين الرخص عندنا 19 حكم
وعندنا 18 حكم فار وعندنا 17 حكم اي فار. في حكام هيبقوا مختصين في حكام مختصين فقط كحكم فار، ولا ممكن نلاقي حكم الصفاره في مباراه هو اللي جوه الفار؟ لا، كل واحد ومعاه رخصته. يعني في واحد معاه حكم صفاره فار ده بتاع السنتر، ولو ما خدش اي رخص من الاثنين التانيين يبقى مش هيلعب غير صفاره بس. لو خد الرخصة الفار يبقى ممكن يلعب فار ويلعب حكم، ممكن يلعب الفار في عيبه كمان. يا رب الفار ما تحولش لفيروس. لا ان شاء الله باذن الله يا رب. احنا نتمنى. بص، هي تجربه محتاجه الكل يدعمها والكل يساندها، واتمنى على استوديوهات التحليل بكل ما فيها من كباتن ونجوم كبار الكل يساعد في ان الناس تلتزم بالقرار ونحولها الحاله من الجديه شويه. هو في بس سؤال انا فهمته منه دلوقتي كابتن وجيه. خلاص ابراهيم. كابتن وجيه. اتفضل يا فندم. اتفضل يا استاذ. هل دلوقتي انا لما في لحظه التداول اللي بين الحكم والفار خلاص؟ ايوه يا فندم. وانا بفرج الحكم على اللقطات ده هيتعرض على شاشات الملعب في ساعتها ولا لا 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 انت بتقول لي الناس هتشوف بس لا ما انا بقول الناس هتشوف القرار اللي هيطلع. طب من حقي انا بقى على الاشاره على الاتفاق اللي خده الحكم. يعني الحكم حسب ركله الجزاء، وبعدين انا كحكم فار قلت له انا شايف بختلف معاك في القرار، فبحضر اللقطه اللي انا شفتها تمام من خلال رؤيتي، فبجيب له الحالة التحكيمية دي وبقول له اعتبارات ركلة الجزاء 1 2 3 ويشوفها على المونيتور اللي في الملعب، يرجع يشوفها في المونيتور وباكد له ان الحالة دي 1 2 3 واعتباراتها تمام عندها. الحكم هو بيرجع اوكي هيشوف اللعبة. يستحيل ان انا اقدر اشوف قرار وقرار صحيح واقدر اصمم عليه هل لغير صحيح، لان الحالة دي هتتعرض على الشاشات وكل بالزبط. الناس هتشوفها. هل الحكم هتتعرض؟ ما دي بس كلمه هتتعرض على الشاشات، هو هتتعرض على الشاشات دي اللي بيتكلم عليها المهندس عادل، يعني يقصد وده بيتفرج اكيد القناه اللي ناقله هتقعد تعيد. لا بيشوفها، لا بيشوفها قدام المينيتور دلوقتي كده اللي حضرتك عرضه قدام المينيتور دلوقتي، وبيجيب له الحاله وبيتاكد من قرار، وبيبقى بيقول للحكم المساعد بيقول للحكم الفار. طيب مثلا سؤال فني، انا وجهه نظري أوكي. شايف ان تمام الحكمية اللي موجوده ركله جزاء، وانا وجهه نظري شايف ان المخالفه موجوده والعرقله موجوده، من فضلك شكرا، وبيروح رايح مأكد قراره وحاسب ركله الجزاء. لو اقتنع بقرار حكم الفار وتاكد ان قرار الفار صحيحه والمخالفه الصوره يا كابتن الصوره يا كابتن موجوده، يبقى انا برجع وبحسب قرار الحكم الفار، لان انا اهم حاجه وساعتها يعرضها الوصول للحقيقه. طيب اللقطه اللي حكم الفار هيتفرج عليها هي نفس اللقطه اللي القناه نقلها، ولا بيديله صوره من كاميرا اخرى ممكن يكون ما تعرضتش على الشاشه؟ لا ما فيش لقطات بتتعرض يا استاذ ابراهيم اصلا ما فيش بقى يا كابتن. يا كابتن يعني بياخد من شريط المباراه الحكم الفار بتبقى عنده 3 ثواني بعد اللعبه دي. لا اقصد هو بياخد من شريط المباراه، ولا ممكن ياخد التصوير من كاميرات اخرى غير اللي الناس شافتها؟ لا شريط المباراة طبعا، شريط المباراة فيه. تمام. طيب آخر سؤال بقى يحسم الموضوع ده عشان ندرك قيمة الفار، هل يمكن استئناف القرارات بعد نهاية المباراة استنادا إلى الفار؟ يعني يبقى أحد وسائل التظلم على نتائج المباريات؟ أعتقد يا أستاذ عدلي ما أعتقد دي، يمكن الايفاب لم يتطرق لهذا الموضوع، ولكن انا اعتقد الكلام ده مش موجود، لان القانون بيعتبر المباراه انتهت مع الصفاره. لان ده قرار فني، قرار فني بياخده الحكم صحيح او طاقم الفار، لان كله فريق عمل واحد، فاعتقد ان محدش يقدر يطعن عليه بدليل ان الحكم بيحسب ركله جزاء وبعد كده بتبان ان هي مش ركله جزاء صحيحه، ومحدش بيقدر يطعن على قرار الحكم، لان القرار الحكم اللي بيشوفه قرار نهائي لو رجعنا لهدف انرامو في ماتش الاهلي والترجي بالايد واضح جدا قدام الناس كلها ومحدش رجع خد القرار. انا اعتقد طب بقول لك ايه يا كابتن، الحكم نهائي، حكامنا اتدربوا كويس يا كابتن؟ نعم فندم. اتدربوا كويس حكامنا؟ تمام الحمد لله، الحمد لله كان
35 يوم كان في من 8 ل 10 ساعات في اليوم. تمام. شغل كبير جدا ان شاء الله باذن الله تعالى. نتمنى التحقيق نجاح باذن الله يكون اضافه ونجاح ان شاء الله يسهل المهمه باذن الله كل فريق العمل اللي ادى دوره في هذا الموضوع. بالتوفيق والف مبروك البدايه، وكلنا داعمين للفكره وللتجربه، وان شاء الله لازم نشكركم على المجهود في اقرار العداله يا كابتن. بنشكركم على المجهود، نتمنى التوفيق عشان يبقى الشكر على التوفيق ايضا ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لك يا استاذ رئيس. شكرا لكابتن وجيه احمد رئيس اللجنه الفنيه بلجنه الحكام الرئيسيه. ده كان كلام ابن عم حديد، قلب لجد وبقى حقيقه، وكل الامل باذن الله في انه يتنفذ في سبيل اقرار العداله بين الجميع. الحلال والحرام وما بينهما، كلام كتير، بطولات حلال بطولات حرام. بنتكلم في حته، هو ليه الجمهور عنده هذا القدر من التوتر والاحتقان؟ هي ليه الجماهير مع بعضها واصله لدرجه، حتى ظهرت في مباراه السوبر وظهرت في المنافسات الافريقيه، لدرجه الناس فعلا اتضايقت وزعلت إن احنا في مجتمع واحد في علاقات واحدة يكون بين جماهيرها كل هذا الاحتراب العنيف جدا بين الجماهير. طب إذا كانت الجماهير على هذا التكوين، السادة الوعيين المثقفين المسؤولين عن تكوين الرأي العام اللي عليهم مسؤولية قدام ضميرهم وقدام الرأي العام وقدام ربنا، انت اللي بتشكل الرأي العام، انت اللي بتحقن الحقنة اللي فيها توتر واحتقان وغضب وتعصب وشغب، فيكون ما حدث في كتير من الملاعب للأسف من أحداث دامية هذا الأسبوع في ظل حالة الاحتراب بين الجماهير. ما كانش مقبول ولا معقول ولا مفهوم ولا مقبول من واحد سيناريست كبير وراجل سينمائي وراجل له باعه في كتابة السيناريو وفي الإنتاج السينمائي زي الدكتور مدحت العدل. دكتور مدحت العدل راجل زملكاوي على العين والراس ويحترم ويقدر هو وكل من ينتمي إلى أي نادي بالتأكيد، لكن لما يكتب اللي أنا هقوله لكم هل ده ينفع؟ هل إحنا كده بنزيل الاحتقان بين الجماهير، ولا بنغذي كل هذه المشاعر السلبية اللي بتفضي إلى اللي أنا هقراه لكم؟ على تويتر بيقول الدكتور مدحت العدل: الله يرحم لما كان كل الاتحاد بالحكام بحامل الراية موظفين في الأهرام تحت رعاية حسن حمدي، فعلا إن لم تستحي فقل ما شئت، أعوام من الفساد الممنهج والبطولات الحرام. يا أستاذ إبراهيم، دي سياسة استراتيجي. هو هذا الشاعر الذي كتب الحلم العربي، هذا النشيد العبقري، هو اللي كاتب الكلام ده. فهو كاتب فاهم بيعمل إيه، ده مش واحد ما عندوش أدوات التعبير ولا عدم الرؤية الصحيحة. ده هو كتب كلام عارف إن هو فكرة الحلال والحرام طلعت إمتى؟ آخر 5 سنين لما ابتدوا مش لاقيين حاجة يعملوها في النادي الأهلي، فيقول لك 40 حرام و12 حلال وكلام عجيب جدا. ونبص نلاقي إن يتغاضوا عن كل الـ الحقائق اللي بتقول ان في، هو كابتن حسن حمدي ده في الوقت اللي بيتكلموا عليه ده، ها ما كانوا بيقولوا الرعايه وش معنى المبالغ دي، كان رئيس مجلس الاداره مرسي عطالله رئيس نادي الزمالك صحيح يعني قطب زملكاوي يعني هو انت عايز تفهمني ان الاهرام النهارده باصداراته اللي 80% فجاه بقى محرري منتمين للزمالك، ده يعني صدفه؟ مش صدفة يا أستاذ إبراهيم. أنا اللي بقوله ده نتيجة والله 2008 اتقالت لك واتقالت لي، 2008 كانت مش كده؟ كنا رايحين يعني وقف الزمالك كان وقع الأهلي، طب إيه الخطة؟ قولوا في دي كذا وقولوا في دي كذا، نفضل نقولها. طبعا هي هتلاقي رواج. أنت بتقول الاحتقان في الشارع؟ لا، الاحتقان الشارع لأن ده الأفكار اللي بتتبعت لهم فبتريحهم بتريحهم. طيب مبدئيا حتى في مضمون التويت، مين من اتحاد الكوره كان شغال في الاهرام تحت رعايه الكابتن حسن حمدي؟ هتقولي شخص واحد. اذا كان مقصود بيه الكابتن شوبير، فالكابتن شوبير كان في وكاله الاهرام للاعلان من قبل وهو بيلعب كوره، من قبل ما يدخل اتحاد الكوره على الاطلاق. مين تاني؟
الحكام وحامل الرايه وكل موظفين الاتحاد، هو كلام بس يعني، كلام عشان يتقال انه حسن حمدي والبطولات والحلال والحرام. هل ده منطق يمكن قبوله من حد مثقف مسؤول عن تشكيل راي عام ومطلوب ان هو يهدي جمهور متعصب او ياخد بايد شباب صغير؟ هل مين من بالمناسبه حتى بالنسبه للحكام، الحكم الوحيد او الدولي الوحيد اللي كان شغال في الاهرام واللي شغال في الاهرام مش شغال عند الكابتن حسن. كابتن حسن لفتره كان مدير وكاله الاهرام للاعلام، لكن اي واحد شغال في اي اداره من ادارات الاهرام زي الكابتن فهيم عمر، ده الكابتن فهيم عمر اخر مباراه حكمها مباراه المجزره بتاعت بورسعيد، ما اعتقدش الراجل جامل الاهلي في حاجه. فبنتكلم ازاي؟ لكن لو هنتكلم في المنطق بقى يا دكتور مدحت، بطولات الاهلي يا سيدي الحرام في وجهه نظرك؟ هقول لك قيادات اتحاد الكره الزملكاويه. حيدر باشا كان رئيس نادي الزمالك، رئيس نادي الزمالك ورئيس اتحاد الكره ووزير الحربيه. هل رئيس نادي الزمالك يجامل النادي الاهلي وهو في عصره بياخد 3 دوري؟ يا بتوع الحرام والحلال؟ لان كان في الاهرام. هل لما الاقي قيادات اتحاد الكره الزملكاويه رحمه الله على الجميع، عبد العزيز عبد الله السالم في عهده الاهلي ياخد 4 دوري وراجل قطب زملكاوي، المشير عبد الحكيم عامر اللي قرارات انتقال اللعيبه من الاهلي للزمالك ومن بكل الانديه للزمالك كان بعصره وبقرار منه وكلنا عارفين تفاصيل كتيره، بس في عصر المشير عامر وهو رئيس اتحاد الكوره وهو شديد الانتماء للزمالك، النادي الاهلي خد 4 دوري. الفتره بقى بتاعت حيدر باشا وعبد العزيز عبد الله سالم وعبد الحكيم عامر الاهلي خد 11 دوري والزمالك خد 3 وترسانه والاولمب والاسماعيلي كل واحد خد مره. طيب الزمالك خد كام؟ 3 والاهلي كام؟ 11. في ظل قيادات ايه؟ زملكاويه صرفه في قيمه وحجم حيدر باشا وعبد الحكيم عامر. السبعينات والثمانينات رئيس اتحاد الكوره محمد بيه احمد عليه رحمه الله، الاهلي خد 7 دوري. دكتور حسن عبدون الله يرحمه، الاهلي خد 3 دوري، وانا بتكلم على شخصيات زملكاويه، مع 3 فترات مؤقته للكابتن محمد حسن حلمي والدكتور مصطفى علواني والكابتن ابراهيم الجويني، الاهلي خد دوري. دي كانت سنه تنوموها 3، كل واحد فتره انتقاليه، يعني فتره السبعينات والثمانينات في ظل قيادات اتحاد الكره دول اللي كان بينهم حلمي زاموره رئيس نادي الزمالك ورمزه التاريخي وحسن عبدون الزملكاوي الاقي الاهلي خد 11 دوري في السبعينات والثمانينات، والزمالك في ظل هذه القيادات خد 2 دوري، والمقاولين خد مره، ادي 22 ل 5. طيب من 91 للنهارده يا دكتور مدحت، عشان بس الحلال والحرام يكونوا باينين، مع انه الحلال باين والحرام باين، رئيس اتحاد الكوره من 91 لغايه النهارده الساده صلاح حسب الله ومحمد احمد لفترات مؤقته لمده 2 اللي هو حرب، 7 سنوات القيادات ديت ادارت اتحاد الكوره فيهم وما فيهمش واحد اهلاوي. الاهلي خد الدوري 4 مرات. كابتن سمير زاهر ادار اتحاد الكوره 9 سنوات. بالمناسبه يا النائب بتاعه الكابتن حماده امام، يا فترات طويله معاه الكابتن ايمن يونس، يا الفترات طويلة أيضا قيادات زملكاوية داخل المجلس حتى ورئيسه الكابتن سمير زاهر. خلي الكابتن أيمن يونس يطلع يقول لا مش سمير زاهر جامل الأهلي في إيه؟ ما هحاول لك سمير زاهر. سمير زاهر الأهلي ليه خد 9 بطولات؟ لأنه ده الوقت الذهبي بتاع النادي الأهلي اللي خد فيه البطولات أفريقيا بالظبط، العصر الذهبي اللي لو كان مين ماسك كان هياخد أكتر من كده. ألاقي قيادات أهلاوية أدارت الاتحاد، الكابتن عصام عبد المنعم والكابتن عبد الصالح الوحش، الاثنين قيادات ونجوم الاهلي، الاهلي خد الدوري مره مره. في عصر الكابتن جمال علام ادار اتحاد الكوره فيها 4 سنين، الاهلي خد 2 دوري، وكابتن استاذ جمال علام راجل زملكاوي. الاقي مع المهندس هاني ابو ريده حتى الموسم اللي فات الاهلي 3 اعوام الاهلي ياخد 3 دوري. الاقي الموسم اللي فات اللي اداره في الفترات المهمة منه وفي المراحل بتاعة الحسم والأهلي كان متأخر وتقدم،
الاستاذ عمرو الجنايني؟ في تشكيك في زملكاويه الاستاذ عمرو الجنايني؟ لا، هي احتفل مع الاهلي بالدوري وسلموا الدرع استراتيجي. هاتولي فين الحلال والحرام؟ ده انت لما تقول على بطولات حرام ده تشكيك في ذمه كل هذه القيادات ابتداء من الكابتن حلمي زامورا وانتهاء بالاستاذ عمرو الجنايني. فاذا كان عندهم من الامانه في اداره المنظومه الى درجه انه ممكن يكون كل واحد فيهم يتمنى ان الزمالك يكسب الدوري. عشان الوقت خلاص، حكام اجانب بقى لنا كام سنه للاسف، يعني اصطف التحكيم حسابه كبير جدا، لكنه ده همنا الوقت وما عندناش مجال نقول لكم. لا الصفارة لا ما عندناش، ما عندناش للاسف، عشان ما هنستطرد كل الحكام اللي اداروا لقاءات القمه ما بين المصري والاجنبي، وهتشوفوا مع كل الصفارات الاجنبيه الاهلي بيكسب وبيتفوق، ودي الكوره. لكن نتكلم على حلال وحرام والارقام بهذا الشكل، اعتقد ده ظلم. هو الحرام انك تصدر لجماهيرك وتعمق عندهم الفكر يعني اللي انت عارف انها غلط وبتبيعها لهم. للاسف كنا نتمنى نكون في رحاب العندليب في ذكراه، لكن الوقت ممدود لانه وفاته كانت في 30 مارس 77. لينا بقيه ان شاء الله للحديث عن عبد الحليم حافظ وزين النوادي. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وكل التوفيق للاهلي يوم السبت وللزمالك غدا وللمصري والبيراميدز يوم الاحد من اجل الكره المصريه. تصبحوا على خير.